معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، معالي عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يسعدنا أن نكون هنا معكم في مصر التاريخ، مصر الحضارة، وأن نجتمع وإياكم في القاهرة، قاهرة المعز المحروسة، مدينة الألف مئذنة، جوهرة الشرق، في هذا اللقاء الإماراتي المصري الاستثنائي لنحتفي بخمسين عاماً من العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. أكثر من خمسة عقود جمعتنا على الحب والعطاء والبناء، غرسنا خلالها قيم الأخوة والانتماء والإيمان بالمصير المشترك. نعم، هي خمسون عاماً من العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة الراسخة في تربتنا الوطنية المتجذرة في عمقنا العربي. خمسون عاماً كنا فيها في مصر شهوداً على قصة نجاح ملهمة، قصة دولة الإمارات العربية المتحدة، نتابع خلالها بإعجاب وإكبار كيف استطاعت أن تغير المستحيل ليصبح ممكناً وتخطو في طريق التنمية بثقة وثبات. أكثر من نصف قرن كانت فيها مصر الشقيق الكبير والسند العظيم للإمارات، وعلى مدى أجيال وأجيال كانت مصر لنا نحن الإماراتيين قبلتنا في الثقافة وطلب العلم والمعرفة، وملهمتنا في الفن والجمال وأصالة الكلمة وسحر الخيال. واليوم تشكل هذه الفعالية تجمعاً مصرياً إماراتياً احتفالياً هو الأكبر من نوعه، نسلط فيه الضوء على أوجه التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والإنساني خلال أكثر من نصف قرن من تأسيس العلاقات بين الدولتين. السيدات والسادة، الحضور الكريم، يسعدنا أن نستهل احتفالياتنا اليوم بكلمة مسجلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري، وهي مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية التي تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين، حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من الإخوة والمودة والتوافق بين الشعبين، والتي نلمسها ونقدرها ونعتز بها،
وهنا أقول إن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد، كما أن العلاقات بين الدولتين وعلى اختلاف القيادات والحكومات تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة. فالتفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر، بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، صاحب الموقف والمقولة التاريخية أبان حرب أكتوبر 1973 بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي. والمغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكذلك كافة أصحاب السمو حكام الإمارات، وصولا لرئيس الدولة الأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، حيث على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية والإماراتية بل ازدادت رسوخا، وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهما. وفي الواقع فإن العلاقات بين مصر والإمارات تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن. فالتعاون الاقتصادي والاستثماري وفي جميع المجالات دائما يسير على أعلى مستوى، والآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة، وبإذن الله تعالى ستعود بالخير الوفير على شعبي دولتين وشعوب الوطن العربي جميعا. وأخيرا، واستمرارا لمواقف المؤسس العظيم زايد الخير، لا يفوتني هنا أن أتذكر بالتقدير والعرفان الموقف التاريخي الداعم لدولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ حوالي 10 سنوات، والذي جاء تعزيزا لخصوصية العلاقات بين مصر والإمارات، وبرهانا واضحا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط وثيقة، وأنهما بمثابة شعب واحد وبلد واحد، وهو العهد الذي أجدد التمسك به، عهد الأخوة والخير والتعاون والبناء والمصير الواحد. دعينا الله عز وجل أن يعيننا على صون وتعزيز هذه العلاقات القوية المتميزة لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين. شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على كلمة سيادته. والآن ننتقل حضور الكريم لكلمة معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وكلمتها التي تتناول فيها الأفاق المستقبلية للعلاقات بين مصر والإمارات، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، معالي السيد محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، معالي السادة الزملاء من الوزراء، الضيوف الأعزاء من دولة الإمارات العربية الشقيقة، السيدات والسادة الحضور الكريم، نلتقي اليوم في حدث متميز في طبيعته، المناسبة التي نحتفل بها متميز أيضاً في حضوره، ومتميز في نظرتنا لمستقبل واعد ينتظر مصر والإمارات معاً، حيث نشهد اليوم الاحتفال بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الاحتفالية التي تعقد برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، والذي كما سمعنا عبر بكلمات صادقة من القلب عما يشعر به كل مصري من مشاعر الود والأخوة تجاه أشقائه في دولة الإمارات الغالية التي تحتل مكانة عزيزة في قلوبنا جميعا، وهي نفس المشاعر والرسائل المعبرة التي غلبت على أقوال الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الخالدة عن مصر، والتي وصفها بأنها القلب بالنسبة للعالم العربي، والذي إذا توقف فلن تكتب للعرب حياة، حتى إنه أوصى أبنائه بأن يكونوا دائماً بجانب مصر. وأرى أن هذه الاحتفالية هي خير ما يجسد مشاعر المحبة والود التي تغلف هذه الوصية على أرض الواقع، فهي نفس المشاعر التي تملكت قلوب وخواطر المصريين الذين توافدوا على مدار الأجيال للمساهمة في إرساء دعاهم النهضة الحديثة لدورة الإمارات جنباً إلى جنب مع أشقائهم الإماراتيين. ويشرفنا اليوم تواجد السيد رئيس مجلس الوزراء بيننا لنرحب بهذه الصحبة الكريمة من أشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، أبناء وأحفاد الشيخ زايد الكرام في بلدهم الثاني مصر، وهي القلب العربي النابض الذي يتسع دائماً لجميع ضيوفه الأجلاء من دول الوطن العربي أجمع. ويأتي انعقاد هذه الاحتفالية تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد، ليجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين، وهو ما لمسناه من خلال ما شهدته الأيام القليلة الماضية من حرص الجانبين على تنظيم فعاليات رياضية وسياحية وثقافية مشتركة متنوعة تتكامل في مضمونها والرسالة التي تبعثها إلى العالم، مع مستهدفات الفعاليات الرسمية التي تشملها الاحتفالية، وعلى رأسها انعقاد منتدى اقتصادي يضم جلسات متنوعة تتناول أبعاد الشراكة الاقتصادية المتكاملة للعلاقات المصرية الإماراتية والمزايا التنافسية التي تتيحها البيئة الاستثمارية في البلدين وآليات تعزيز الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي من واقع التجارب المصرية والإماراتية الناجحة في هذا المجال، وعرض نماذج لقصص نجاح أبرز المستثمرين المصريين في الإمارات وقصص نجاح الشركات المصرية الإماراتية الرائدة في مصر، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في البلدين والتأكيد على محورية دور مصر الإقليمي كمركز لوجستي شامل لجميع الخدمات في المنطقة، والتعرف على آفاق التبادل الحكومي المعرفي لتحقيق تقارب ثنائي بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للبلدين. وفي إطار استضافة جمهورية مصر العربية لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ في الفترة في نوفمبر 2022، وفي ضوء توجه الدولة المصرية لتعزيز جهود الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر في مصر والدول الأفريقية على حد سواء، يتناول المنتدى الاقتصادي الاستعدادات التجارية
لقمة مؤتمر المناخ، وهي القمة التي ستعقد دورتها التالية في دولة الإمارات الشقيقة، بما يعكس الثقل الإقليمي والدولي للبلدين وتبنيهما للقضية الفاصلة في تاريخ الأمم الناهضة، وما تمثله كل منهما عن امتداد وانعكاسات لنجاحات الأخرى، حيث ستأتي الدورة التالية بإذن الله لتبني على ثمار نجاحات ونتائج القمة الحالية، بما يضمن استدامة ما تحقق من مكتسبات غالية للعالم أجمع بخصوص قضية هامة، وهي قضية التغير المناخي التي بدأت تهدد النهضة التنموية لكافة الدول، حيث يجتمع القلب الواحد الذي يجمع البلدين الشقيقين الرغبة في العطاء وتسخير الجهود لضمان رخاء العالم ورفاهته وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية المستدامة. يضاف إلى تلك الفعاليات تنظيم ملتقى ثقافي إعلامي في اليوم الثاني للاحتفالية، يضم جلسات تتناول تاريخ التعاون الثقافي بين مصر والإمارات وترصد العلامات المضيئة على طريق التعاون الإعلامي المصري الإماراتي كنموذج استثنائي للتعاون الإعلامي المتميز على مستوى الوطن العربي، ختاماً بتسليط الضوء على أهمية وتاريخ العلاقات الرياضية بين البلدين. وقد حرص الجانبين على اختتام هذه الاحتفالية بتنظيم فعالية فنية ضخمة تعبر عن أهمية الإرث الفني المتجدد، لتعقد في معلم تاريخي مصري عالمي يجسد مهد الحضارة الإنسانية. السيدات والسادة الحضور الكريم، تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها تمثل نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية العربية. نجح في الصمود في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى المنطقة العربية والعالم أجمع، حيث كانت دولة الإمارات العربية الشقيقة من أوائل الدول التي ساندت مصر في أكثر اللحظات التاريخية الفارقة في تاريخها المعاصر، في بادرة عكست ما كشف عنه أيضاً الوثائق التاريخية من امتداد مشاعر القومية العربية التي جمعت بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والشيخ زايد آل نهيان، والتي دفعت الراحل الرئيس ناصر لتأييد حلم زايد في اتحاد السبع أمارات معاً لتصبح الإمارات العربية المتحدة التي نراها متلألئة في سماء العرب العربي اليوم، وهو ما أثمر أيضاً عن حرص البلدين على التنسيق والتعاون المستمر، بما نتج عنه تطابق الرؤى بين القيادة السياسية الحالية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حول مختلف نتج عنه تطابق الرؤى حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التنموية. فهناك تحديات مشتركة تؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يدفعنا لاستهداف تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين. وفي هذا الإطار جاء حرص الحكومة المصرية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية في مجال تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة. تكللت جهود الجانبين بإطلاق جمهورية مصر العربية جائزة مصر التميز الحكومي عام 2018 تحت رعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، ونستعد بإذن الله لإعلان نتائج دورة جديدة من الجائزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما شملت مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين إنشاء مجموعة من مراكز خدمات مصر، والتي ستشهد افتتاح أولها في مدينة أسوان قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى الإنجازات المتحققة في ملف بناء القدرات الحكومية وتعزيز ثقافة الابتكار والتوجهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل. يأتي أيضاً في إطار أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الرغبة المشتركة في التوسع في إطلاق الشراكات الاستثمارية الواعدة التي تعكس ما تتمتع به الدولتين من إمكانيات ومزايا تنافسية، ينبغي العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وهو مثل نقطة الانطلاق لتأسيس منصة استثمارية مشتركة تحت مظلة البروتوكول الموقع في نوفمبر 2019 لضخ استثمارات مشتركة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وشركة أبوظبي القابضة لتنفيذ مشروعات اقتصادية
أجمعنا الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من الأردن والبحرين لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والمعادن والبتروكيماويات التي جاءت لتدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتي لم تتأثر من جراء الأزمات التي يشهدها العالم، حيث عكف الجانبان على بحث عدة مشروعات وفرص استثمارية في قطاعات مختلفة تحقق مصالح الدولتين. سيدات والسادة، في ختام حديثي أود التأكيد على حرص الدولة المصرية الدائم على استمرار التعاون والتنسيق المثمر والمتميز مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، ترسيخاً لدعائم التعاون التنموي الوثيق بين الجانبين. أتوجه بالشكر لكافة الجهات المعنية ولجميع القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الاحتفالية. أتمنى لجميع الحاضرين التوفيق والنجاح، ولدولتينا الشقيقتين مزيد من التقدم والإزدهار، وأن تمثل هذه الاحتفالية علامة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية، وأن تؤسس لمرحلة جديدة أكثر تميزاً وأكثر عمقاً في العلاقات بين البلدين. نحتفل اليوم بالعيد 50، ولكننا نوصي الأجيال القادمة بالسعي لاستدامة هذه العلاقات، وأن تشهد السنوات القادمة الاحتفال بمزيد من الإنجازات ومزيد من العلاقات الثنائية المتميزة الفريدة. أشكركم، أتمنى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة العلاقات المصرية الإماراتية علاقات استثنائية على مر التاريخ، هكذا كانت وهكذا هي وهكذا ستبقى بمشيئة الله. الحضور الكريم، اسمحوا لنا الآن أن ندعو معالي محمد عبد الله الجرجاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم كلمته التي تحمل عنوان لماذا مصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، أصحاب المعالي والسعادة، السادة الحضور، اسمحوا بداية لي أن أختزل كل الألقاب التي يمكن أن تقال في هذا المقام، لأناديكم جميعاً بأعز الألقاب وأصدقها، ترجمة الحقيقة ما يربط المواطن الإماراتي بأخيه المصري وما يجسد جوهر العلاقة بينهما. اسمحوا لي أن أخاطبكم جميعاً مصريين وإماراتيين في هذا اليوم المميز، لأقول إخواني وأشقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه هي أصل الحكاية، بدايتها وتفاصيلها، حاضرها ومستقبلها، علاقة الأخوة الراسخة التي جمعت بين بلدين فكان كالبلد الواحد، علاقة الأخوة التي نشأت بين قادة بلدينا، بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فكان خير معين للآخر وخير سنداً له، علاقة الأخوة التي عززت المحبة بين الشعبين يندر أن تجد لها مثيلاً أو شبيهاً في العلاقات بين مختلف الشعوب، علاقة الأخوة التي طورت تعاوناً شاملاً واستثنائياً في كافة المجالات. لعل هذه المقدمة السريعة تجيب على ما قد يتبادر إلى ذهن السؤال حول طبيعة مناسبتنا التي نحتفي بها الآن. لماذا مصر؟ لماذا الإمارات؟ لماذا كل هذا الاحتفاء بعلاقات مضى على تأسيسها 50 عاماً؟ وفي العلاقات الدولية نماذج العلاقات امتدت لفترات مماثلة أو تزيد. الأخوة الأقارب، لقد احتفلنا منذ أقل من عام بالذكرى 50 لتأسيس دولة الإمارات، وها نحن اليوم نحتفي معكم بالذكرى 50 لتأسيس العلاقات الرسمية مع مصر. ما يجمع الحدثين بالنسبة لنا أن كل منهما يمثل بداية تاريخية فاصلة وحاسمة. كانت مصر العروبة وستبقى هي البوصلة والمقصد، هي المظلة الجامعة والقلب النابض لكل العرب جميعاً ولأبناء الإمارات بصفة خاصة. مصر هي السند، هي الأصالة والتاريخ، هي الحاضر الذي يستوعب عملنا المشترك لتحقيق التنمية، وهي الأمل في غد أفضل ومستقبل مشرق، هي الشقيقة الكبرى، هي أرض الكنانة. من منا لم يكن قلبه معلقاً بمصر وتاريخها، ماضيها وحاضرها؟ مصر أقدم حضارة بشرية عرفها التاريخ، مصر الفسطاط، مصر الأزهر، مصر التي تبني وتشيد، تعمر وتنير وتنير وتزرع. مصر التاريخ، مصر الشامخة كالأهرامات، المعطاءة كنيلها، الثرية بإمكاناتها ومواهب أبنائها. مصر حافظ إبراهيم وأحمد شوقي، مصر كوكب الشرق وعبد الوهاب وحليم، مصر مجدي يعقوب وأحمد زويل، مصر القاهرة بتنوعاتها، الإسكندرية بشواطئها، سيناء بفيروزها، الصعيد والدلتا بأهلها، مصر العاصمة الإدارية بمستقبلها الواعد، مصر أنتم ونحن جميعا مصريون الهوى والتكوين والانتماء، فمصر وطن العروبة. فمصر وطن العروبة ومهد الحضارة. نعم، كل إماراتي مصري الهوى، فمن منا لم يبحر في حارات نجيب ويعيش تفاصيل قصص إدريس والحان درويش وأفلام شاهين؟ لقد كانت مصر معنا من البداية، ومنذ التأسيس دعمت مصر بشكل مطلق قيام دولة الإمارات على المستويين الدولي والإقليمي، وحاطت تجربة الإمارات الوحدوية ومددتها بالطاقات والإمكانات والكوادر البشرية المؤهلة التي كان لها أكبر الأثر في إرساء دعائم وأسس ومنطلقات التنمية في الإمارات. مصر
مصر هي وصية زايد الوالد المؤسس الذي أوصانا بها خيراً حينما قال: نهضة مصر نهضة العرب كلهم. أوصيت أبنائي بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، وهذه وصيتي أكررها لهم أمامكم، بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب. إن مصر بالنسبة للعرب هي القلب. نحن هنا على درب والدنا زايد، متمسكون بوصيته. وسار المقفور له الشيخ خليفة بن زايد على نهج الشيخ زايد طيب الله ثراهم، وهو ذات النهج الذي نلتزمه ونؤمن به جميعا في الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. الأخوة والأخوات، إذا تتبعنا مسار العلاقة بين قادة البلدين في مختلف المراحل، سنجدها نموذجاً للعلاقات بين قادة الدول الشقيقة والصديقة. دائماً ما كانت تلك العلاقات المتميزة لصالح أبناء البلدين، ولصالح الوطن العربي، ولصالح خير ونماء واستقرار المنطقة، بل أيضاً لخير ونماء البشرية والعالم بأكمله. مصر هي مركز الثقل وميزان استقرار المنطقة وأمنها، ودولة الإمارات منذ تأسيسها تدعم إقامة علاقات دولية أساسها العدل والسلم الدوليين، وتعاوننا يصب لصالح ترسيخ تلك القيم والمبادئ المشتركة التي تربط بين البلدين إقليمياً وعالمياً. وفي مؤسساتنا التعليمية أو الاجتماعية أو الطبية أو غيرها، سواء كانت حكومية أو خاصة، ستجد الوجه المصري حاضراً مساهماً في البناء والتنمية والإنجاز. ولو استرجعنا مواقف التاريخ سنجد الكثير من الشواهد والحقائق التي تؤكد ذلك. فابتسامة الشيخ زايد وفرحة المصريين ومحبتهم له تختزل الحب الحقيقي بين الشعبين، والروح الحقيقية للإمارات ومصر تظهر عندما بعث الشيخ زايد بنجله وولي العهد الشيخ خليفة إلى الجبهة في مصر. والعلاقات الأخوية بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هي علاقة بين قائدين يتطلعان للمستقبل ويبنيان أسس تنهض بالأمة العربية، قائدين يرون أن استقرار وأمن المنطقة لا يتحققان إلا بالتعاون. الإخوة والأخوات، كل إنجاز مصري هو إنجاز يفخر به المواطن الإماراتي، وكل إنجاز إماراتي هو إنجاز يفخر به المواطن المصري، وهو ما ينطبق أيضاً على التحديات التي لا تزيد علاقة الأخوة إلا متانة وقوة وصلابة. فالوقوف بجانب الأشقاء المصريين لم يكن واجباً فقط، بل كان موقفاً ثابتاً نابعاً من قناعة وإرادة وقيم راسخة عبرت عنها مقولة الشيخ زايد الخالدة بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي. الموقف الإماراتي لم يتغير عبر التاريخ، وبعد نحو 50 عاماً نجد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يؤكد على نفس المعنى، فالإمارات دائماً مع مصر في ذات الموقف، حيث يقول سموه: مصر دولة عربية رئيسة وركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، ونعد أمن مصر من أمن الإمارات، وتقدمها وتطورها واستقرارها يمثل مصلحة للإمارات وكل العرب. وتختصر كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، فمصر كما قال سموه معبرا عن كل الإماراتيين هي وطن ثان لنا، كما أن الإمارات وطن ثان للمصريين، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم. لذلك فإن وقوفنا مع مصر هو حب في شعبها وواجب في حقها. ما يترجم تلك المحبة هو الآلاف ممن يحملون اسم زايد في مصر، وما تجملت به المدن والطرق والمؤسسات والمنجزات العديدة التي حملت اسم الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد في مصر. الأخوة والأخوات، في مناسبتنا التي نحتفي بها تشاركنا شخصيات أسهمت وعكست جهودها ملامح من خصوصية العلاقة بين البلدين.
على مدار عقود. هم نموذج لآلاف بالملايين من أبناء الشعبين يعملون يومياً في دوائر من المحبة والعمل المشترك، فشكراً لكم جميعاً. وأخيراً أرجو أن أكون قد أجبت على من يتساءل لماذا مصر؟ لماذا الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الرسمية بين مصر والإمارات؟ كلنا ثقة ويقين على أن القادم في مسيرة أخوتنا وعملنا المشترك أفضل وأجمل. وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لبلدينا، ودامت مصر والإمارات في عزة وازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات والسادة، الحضور الكريم، يسعدنا الآن أن ننتقل إلى كلمة معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، يشاركنا رؤيته حول علاقات مصر والإمارات والتي تشكل نموذجاً للعلاقات العربية العربية. دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، معالي الوزير الصديق محمد الجرجاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، معالي السادة الوزراء الحضور من مصر والإمارات، ولكم جميعاً كل الاهتمام والاحترام والمودة. السيدات والسادة، هذه الاحتفالية التي نشهدها اليوم هي مناسبة لكي نتحدث عن العلاقات العربية العربية، ليس من باب النقد أو التباكي أو حتى الانتقاد كما يجري هذا الحديث عادة، ولكن من زاوية الإمكانيات الكبيرة التي تنطوي عليها هذه العلاقات في ضوء نموذجاً مبهر نحتفي به اليوم ونقدره ونعرب عن سعادتنا به، لعلاقات ممتدة بين دولتين عربيتين جمعتهما روابط شديدة الخصوصية والتميز لخمسة عقود متواصلة. إن نموذج العلاقات بين مصر والإمارات بما يعكسه من تكامل في الجوانب المختلفة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية يمثل بكل الصدق مثالاً نطمح إليه ونتطلع له لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين دولنا العربية، وللإمكانيات الكبيرة التي يمكن إطلاقها والطاقات التي يمكن تفجيرها والاستفادة منها إذا أديرت العلاقات بين دولنا على نحو صحيح وبرؤية استراتيجية تكاملية. وأقول بعبارة أمينة وواضحة إن الجامعة العربية هي الرابح الأول من أي علاقات بينية طيبة بين دولها الأعضاء، سواء في أي إطار ثنائي أو متعدد فيما بين الدول العربية وبعضها البعض. فلست من أنصار أن الرابطة العربية يتعين أن تتمثل في الجامعة وحدها دون غيرها، وإنما أعتبر الجامعة مظلة كبيرة شاملة تضم تحت لوائها كافة أشكال التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وتكتسب الجامعة قوة وحيوية من كافة التجمعات العربية ومختلف أشكال التعاون بين الدول الأعضاء.
الجامعه العربيه لمن لعل البعض بين المواطنين العرب لا يعلم ما هي الجامعه. الجامعه العربيه هي منظومه عريضه عميقه واسعه تشمل الكثير من المجالس الوزاريه والمنظمات العربيه والنشاطات المختلفه في كافه المجالات. هي تتابع كل مسألة يتعرض لها شعب أو حكومة عربية، بمعنى لها مفاهيمها في الصحة والتنسيق بين وزراء الصحة، لها مفاهيمها في التعليم، في التعليم العالي، لديها أكاديمية يدرس في هذه اللحظة بها ما يقرب من 35,000 شاب عربي، لها اهتمامات بالبيئة، بالتعليم العالي، بتغير المناخ، بالنقل، بما يفكر فيه إنسان. الجامعة العربية تعمل في إطاره، وبالتالي لها هذا التاريخ. أحياناً تنجح وأحياناً تتعرض لعقبات، ولكن الجامعة ليست فقط عملاً سياسياً، ولكن مثلما قلت تغطي كافة المجالات: الاقتصاد والتجارة، الاجتماع والأسرة والطفولة والمرأة والشيخوخة وأي شيء آخر. مع ذلك فإنني كأمين عام للجامعة أحث الدول العربية دوماً على أن تجعل العلاقات بينها سبيلاً وطريقاً إلى التكامل العربي بمعناه الشامل. فالغاية من الجامعة هي أن يتخذ التعاون والتنسيق بين الدول شكلاً مؤسسياً وطابعاً مستديماً وممنهجاً وشاملاً. ونحن نتحدث اليوم عن دولتين لهما إسهام بارز وحضور مهم في عمل الجامعة العربية على كافة الأصعدة. فمصر والإمارات من الدول الحريصة على العمل العربي المشترك بمعناه الجماعي، وكل منهما تكرس جزءاً معتبراً من تحركاتهما ونشاطهما الدبلوماسي للعمل العربي في إطار الجامعة. اسمحوا لي أن أشير هنا إلى ما نتابعه جميعاً من تطورات عالمية متسارعة وتفاعلات شديدة السيولة والتحول تنطوي على أزمات متلاحقة وغير مسبوقة في حدتها وتواترها. وفي خضم هذه الأزمات تزداد حدة الاستقطاب في النظام الدولي، كما يتصاعد الاتجاه إلى التكتل والتصلب في المواقف. إن هذه الأوضاع كلها تفرض علينا من وجهة نظري وكعرب المزيد من التنسيق والعمل المشترك. ففي عالم يزداد ميلاً للاستقطاب والمواقف الحدية، تشتد الحاجة إلى المواقف الجماعية وإلى التكتل وتوحيد المواقف. وأتمنى مخلصاً أن تكون القمة العربية التي تعقد في الجزائر في خلال أيام قليلة قادمة، وبدأت فعلاً عملياتها على اجتماعات مندوبين الدول العربية اليوم، أن تحقق النجاح بإذن الله، فاتحة لهذا النهج في العلاقات العربية، وأن تكون قمة للم الشمل الحقيقي وجمع الأخوة تحت سقف واحد من أجل توحيد كلمتهم ورؤيتهم دفاعاً عن المصالح العربية ومستقبل الشعوب العربية في عالم تتعقد مشاكله وتتوالى أزماته. لقد كشفت تجربة السنوات الماضية عن أن العرب هم الملجأ الأخير لإخوانهم العرب في وقت الأزمة وزمن الشدة. وللأسف فإن الكثير من دول المنطقة العربية
لا زالت تأمر بأزمات خطيرة تهدد وجودها ذاته في بعض الحالات، ويظل العمل العربي المشترك سبيلاً لا بديل عنه للتعامل مع هذه الأزمات في داخل البيت العربي وبعيداً عن تدخلات الآخرين وأجنداتهم. إننا اليوم بصدد نموذج ناجح لعلاقات بين دولتين عربيتين قامت على الصدق والمحبة والأخوة الخالصة منذ اللحظة الأولى، سواء على مستوى القيادات أو الشعوب وفي شتى المجالات. وها هي شجرة العلاقات التي تعهدها الشعبان والدولتان بالرعاية والمحبة لخمسين عاماً تثمر اليوم ثمراً طيباً وتمنحنا نموذجاً باهراً من استدامة الصداقة بلا انقطاع وتواصل العطاء المتبادل بغير حدود. تبقى لي شخصياً بعض الكلمات التي أرغب في التحدث بها. لقد استمعنا منذ دقائق لخطاب هام من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تحدث فيه عن مقولة رائعة للشيخ زايد بن نهيان عندما قال أن الدم العربي أغلى من الثروة العربية. كانت دولة ناشئة مضى على ولادتها ما يقرب من عامين، أتحدث عن الإمارات العربية المتحدة، وقفت مع مصر في معركة الحياة في الملحمة الحقيقية المصرية ودعمتها. ولذا كانت هذه الصلات الوثيقة العميقة الممتدة بين الرئيس أنور السادات الذي شهدنا صوره منذ لحظات والشيخ زايد بن نهيان 10 أعوام. ثم جاءت سنوات الرئيس مبارك 30 عاماً من الصداقة والمودة، وعملت وزيراً للخارجية وأشهد أن العلاقات كانت متميزة للغاية. ثم يأتي 30 سبتمبر 2013، وتقف وبكل القوة والدعم دولة الإمارات مع هذا البطل المصري الذي لبى نداء شعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقفت الإمارات تدعم الرجل وتدعم جيش مصر وتدعم الجمهورية المصرية البازغة الجديدة، وتستمر العلاقة. تمنياتي أن تكون دائماً هذه العلاقة مثالاً ينهجه الجميع في علاقاتهم الثنائية. شكراً جزيلاً. السيدات والسادة، الحضور الكريم، يسعدنا الآن أن ندعو معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية يتفضل لإلقاء كلمته بهذه المناسبة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية،
معالي الأخ العزيز السيد محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة سفراء الدول العربية الشقيقة، السيدات والسادة الحضور الكرام، يسرني في البداية أن أرحب بكم جميعاً في جمهورية مصر العربية التي تعتز دائماً بضيوفها الكرام من كافة الدول العربية الشقيقة، حيث نشهد اليوم الاحتفال بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الاحتفالية التي تعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد. وبمشاركة هذا الجمع المتميز رفيع المستوى من السادة الوزراء وممثلي حكومتي البلدين والسادة سفراء الدول العربية الشقيقة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري والعربي، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، كما يسعدني الإشادة بروح الأخوة والتعاون التي كانت وراء إطلاق هذه الاحتفالية التي تمتد على مدار 3 أيام لتغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي. السيدات والسادة، إن هذه المناسبة الغالية تمثل فرصة مهمة يجب علينا أن نستثمرها لتنمية القواسم المشتركة وتأكيد معاني الأخوة في الجسد العربي الواحد. فدولة الإمارات العربية المتحدة كانت دائماً أول المساندين للدولة المصرية في أدق اللحظات الفارقة في تاريخها الحديث، ومصر وأبناؤها كانوا دوماً حريصين على أن يسهموا بجهودهم على أرض دولة الإمارات من خلال عملهم في مجالات التعليم والصحة والثقافة والقضاء، وكانت حبات عرق المصريين حاضرة وبقوة إلى جوار جهود أشقائهم في بناء معالم دولة الإمارات الحديثة التي نفخر بما حققته من إنجازات عالمية على كافة المستويات. الحضور الكريم، ترتبط كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعلاقات تاريخية وثيقة وممتدة في مختلف المجالات، وينعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية التي تمتد جذورها إلى الراحل الكريم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، لتزداد عمقاً ورسوخاً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال حرص القيادة السياسية في البلدين على تبادل الزيارات دائماً. فقد جمع بين الزعيمين لقاءات متعددة خلال السنوات الأخيرة، تكللت بلقائهما على أرض مصر في أغسطس الماضي في إطار الرغبة المشتركة في تبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً وثيقاً تجاه القضايا الرئيسية. ولقد تبلورت ملامح العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في السنوات الأخيرة لتمثل نموذجاً مبهراً للعلاقات العربية القادرة على مواجهة التحديات في مختلف المجالات من خلال العمل المشترك والدعم المتبادل خلال الأزمات، حيث اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات استباقية لتقديم الدعم للدول العربية المختلفة خلال الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي، وما أعقبها من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي أحدثت موجة من الاضطرابات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى العالم، وضاعفت التحديات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية ومختلف برامج التنمية، وهو ما استدعى بدوره عقد الشراكات الفاعلة وبالأخص بين دولنا العربية الشقيقة في محيطنا العربي. السيدات والسادة، في إطار الحديث عن الشراكات،
أود أن أغتنم هذه المناسبة للإشادة بحجم الشراكات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين مصر والإمارات، والتي انعكست زيادة وتيرتها في السنوات الأخيرة إيجابياً على حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر وعدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصري. فعلى صعيد الاستثمارات الإجنبية المباشرة، ترتبط مصر والإمارات بعلاقات استثمارية قوية، ولا سيما في الفترة الأخيرة من خلال الشراكة المصرية الإماراتية في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، وهو ما انعكس في ارتفاع إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر لتسجل نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021-2022، لتحتل بذلك الإمارات المرتبة الأولى بين الدول المرسلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بحصة تقدر بنحو 29% من إجمالي الاستثمارات الإجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال تلك الفترة، ونحو 72% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية المتدفقة إلى مصر خلال نفس الفترة. وقد حرصت الدولتان على تأسيس الدعائم التي من شأنها تعزيز حركة تدفق التجارة والاستثمارات بين البلدين، وهو ما ترجمه إبرام كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة لعدد من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين. من جانب آخر، تعتبر القوى العاملة المصرية رافداً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في الإمارات منذ عقود في إطار علاقات التعاون والأخوة التي تجمع بين البلدين، والتي رسخ أواصرها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي هذا السياق، شهدت تحويلات العمالة المصرية العاملة في الإمارات ارتفاعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021-2022 لتصل إلى 3.3 مليار دولار، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثالثة من حيث الدول المرسلة لتحويلات العمالة إلى مصر. الحضور الكريم، أود هنا أن أؤكد على حرص جمهورية مصر العربية على التوجه المستقبلي نحو المزيد من تعزيز الشراكات الاقتصادية الناجحة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية، ولا سيما من خلال التوجه إلى أولاً تنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية لا سيما في المجالات الزراعية والصناعية لزيادة مستويات الاكتفاء الذاتي لتقليل مستوى تأثر الدولتين بالاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. ثانياً، المشاركة الفعالة من قبل المستثمرين الإماراتيين في برامج الطروحات وآليات الشراكة مع المستثمرين الأجانب في إطار توجه مصر نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول خلال المرحلة المقبلة. ثالثاً، التنسيق والتعاون بين صندوق مصر السيادي والصناديق السيادية في الإمارات لتنفيذ مشروعات في المجالات ذات الأولوية بين البلدين لتعظيم العائد على الأصول الاستثمارية للدولتين وتعظيم ثروات الأجيال المقبلة. رابعاً، مساهمة القوى العاملة المصرية الشابة المتميزة في دعم جهود التحول الرقمي، ولا سيما التحول نحو الحكومة الذكية في ظل توجه الإمارات لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي والاعتماد على تلك التقنيات في تقديم الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، حيث يمكن للكوادر الشابة المصرية المؤهلة أكاديمياً أن تسهم بشكل فاعل في دعم هذه الجهود وتعظيم المكتسبات العالمية التي حققتها الإمارات في هذا الصدد. الإخوة والأخوات الكرام، يأتي انعقاد احتفالية اليوم ليتيح المجال لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة ولعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الحكومة وشركات القطاع الخاص، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الخدمات التمويلية والاستثمارية والمنتجات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة لدعم القطاع الخاص بين البلدين،
وهما يجعل هذه الاحتفالية تمثل محفلاً لتوطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ولتعظيم استفادة كل من مجتمع الأعمال المصري والإماراتي من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة، وأبرزها قطاع الصحة والتصنيع الدوائي والتطوير العقاري وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي وقطاع البنية الأساسية والاتصالات والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها. هذا إلى جانب الفرص الواعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي ودمج البعد البيئي والتعافي الأخضر. وفي الختام أؤكد مجدداً اعتزاز الدولة المصرية بالتعاون الوثيق والشراكة التنموية المتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات، تعزيزاً للمسيرة التنموية الناجحة للبلدين. وأتوجه بالشكر لكافة الجهات الإماراتية والمصرية المعنية المشاركة ولجميع القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الاحتفالية، مع تمنياتنا لكم جميعاً بالتوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصطفى بدولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة الحضور الكريم، الرجاء البقاء في مقاعد حضراتكم لبدء الجلسة القادمة مع معالي الوزراء. السيدات والسادة الحضور الكريم، نرجو التزام مقاعد حضراتكم لبدء الجلسة الأولى. السيدات والسادة، يرجى الالتزام بمقاعدكم. السيدات والسادة الحضور الكريم، نرجو التزام مقاعدكم لبدء الجلسة. السيدات والسادة الحضور الكريم، نرجو التزام المقاعد لبدء الجلسة الأولى بعد إذن حضراتكم.
الحضور الكريم، نرجو من حضراتكم التزام المقاعد لبدء الجلسة الأولى. السيدات والسادة الحضور الكريم، نستهل برنامج اليوم الأول من هذا اللقاء المصري الإماراتي المميز بمناسبة الذكرى 50 للعلاقات بين البلدين بإطلاق الملتقى الاقتصادي الذي يضم عدة جلسات حوارية بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال وأقطاب الاقتصاد في البلدين، يناقشون فيها مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى جانب استعراض تجارب وقصص نجاح ملهمة في قطاعات الأعمال الإماراتية المصرية. والآن نبدأ أولى الجلسات الحوارية للمنتدى بعنوان العلاقات المصرية الإماراتية شراكة اقتصادية كاملة. ندعو فيها كل من معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ومعالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في مصر، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فليتفضلوا معنا ولتتفضل لإدارة هذه الجلسة الإعلامية لميس الحديدي. السادة الحضور الكريم، نرجو من حضراتكم التزام المقاعد لبدء الجلسة. الحضور الكريم، نرجو من حضراتكم التزام المقاعد لبدء الجلسة مع معالي الوزراء. شكراً.
صباح الخير. لو ممكن نقعد بس علشان الجلسة تبتدي، وأنا عارفة أن السادة الوزراء وسيدات الوزراء عندهم ارتباطات كثيرة، فأرجو أن احنا يعني نقعد بس عشان الجلسة تبتدي. صباح الخير، انتم متعودين تشوفوني بالليل بس انا صحيت النهارده مخصوص عشان اصدقائنا طبعا من دولة الامارات. انا سعيدة جدا الحقيقة بوجودي النهارده وسط اصدقائي طبعا المصريين من السادة وسيدات الوزراء ورجال الاعمال ومن اخوتي في الامارات. والحقيقة أن أنا تأثرت جداً بكل الكلمات من الإخوة في الإمارات، خاصة كلمة السيد الوزير جرجاوي اللي هو يعني أيضاً معزة خاصة عندنا. ويعني عندي قبل ما اسمحوا لي الأول هقدم ضيوفي، ثم عندي ملاحظتين كده، واحدة ملاحظة سياسية والأخرى ملاحظة شخصية، بس قبل ما نبدأ هذا الحوار اسمحوا لي أرحب بضيوفي. أولاً السيد عبد الله طوق وزير الاقتصاد الإماراتي، الدكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، السيد معالي دكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الإماراتية، والدكتور أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة المصري. أهلا بكم. عندي ملاحظتين كده سريعتين قبل ما نبدأ هذا الحوار، وأنا قلت لهم أنا عايزة حوار فيه أخبار، أنا عايزة أطلع أخبار للصحافة مش مجرد تصريحات. ويمكن الجزء الأولاني قيل بعضه في الحوارات السابقة أو الكلمات السابقة، ما بين عام 71 وعام 2013 42 سنة للأجيال التي لم تحضر 71 ولم تعش ما بينهما، التاريخين دول الحقيقة تاريخين مهمين جدا. تأسيس دولة الإمارات، اتحاد دولة الإمارات ورحمه الله الشيخ زايد، وله في قلوبنا جميعا كمصريين مكانة خاصة جدا. يعني كفاية ان احنا مثلا عندنا مدينة الشيخ زايد، وانا ساكنة في مدينة الشيخ زايد، فكل ما بندخل وبنطلع بنترحم عليه قد ايه هذا الرجل كان عزيزا وما زال، يعني هو وأسرته ليهم معزة كده خاصة في قلوبنا كمصريين. 71 أسست دولة الإمارات، مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالاتحاد ودعمته إقليميا ودوليا وعربيا، واعتبرته سندا مهما في الوحدة العربية والقومية العربية حينها. طبعا ما بين 71 و 2013 42 سنة كان فيها مكان، والحقيقة دعم الإمارات لم يتوقف والعلاقة مع مصر لم تتوقف. 73 كان عاما مهما لدعم الإمارات لمصر، لكن أنا حمد الخط حديثا لنصل إلى 2013 حيث كنا جميعا شهود، وأنا كنت شاهد طبعا مقرب لهذه الأحداث. 2013 عندما قام المصريون بثورتهم لم يتركنا الإماراتيون يعني وحدنا في خضم هذه الثورة، ما وقفوش معانا بس اقتصاديا، والجزء الاقتصادي كان مهم جدا، لكن أنا أذكر جيدا الدعم السياسي. أنا أذكر جيدا شيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية حينها والآن، وكيف كان يجوب ويلف العواصم العالمية ليقول مستخدماً ومستعيناً بقوة الإمارات وبقوة الدبلوماسية الإماراتية، ليقول لكل الرؤساء الذين قالوا أننا قمنا بانقلاب وأن الجيش المصري قام بانقلاب، فكان يذهب إليهم في عقر دارهم ليقف ويقول هذه ثورة شعب وليس انقلابا، ونحن في دولة الإمارات نقف جنب اختيار الشعب المصري لأنه اختيار الشعب. أنا لا يمكن أن أنسى هذا، يعني هذه الجولات اللي كنا بنتابعها يوميا لا يمكن أن ننسى، ولا يمكن لأي مصري ينسى هذا الموقف الإماراتي اللي طبعا كان مدعوم من الشيخ خليفة ومن الشيخ محمد بن زايد.
من واحد يعني قدم المصريون الدعم للإمارات في 71 ورد الإماراتيون الدعم للمصريين طوال هذه السنوات وبالذات في سنة 2013. ده موقف سياسي، والمواقف الاقتصادية كثيرة والسياسية كثيرة أخرى، لكن أنا أكلمكم بقى على موقف شخصي. أنا عشت في الإمارات في بدايات حياتي العملية سنتين من 94 ل 96، وكانت بداية حياتي الزوجية أيضا. كنت أنا وزوجي عمرو أديب كنا بنفتح مكتب جريدة العالم اليوم في دبي، كانت أول جريدة اقتصادية خاصة، وبدأت وقتها عملي في MBC، بداية عملي في التلفزيون عموما. لم أشعر في الإمارات يوما أنني غريبة أو أنني وافدة. في سر ما في الإمارات حين تطأ قدمك هذه الدولة تشعر أنك منها وأنك مواطن، ويمكن ده جزء من أسرار علاقة المصريين بالإماراتيين الحقيقة، إن إحنا لا يمكن أن نشعر أننا وافدين أو أننا غرباء أو أن المواطن يعامل معاملة غير المواطن على الإطلاق. أنت هناك أول ما بتحط رجلك وبتشتغل أو حتى لو كنت زائر، أنت حقوقك زي المواطن الإماراتي تماما. فده كان جزء مهم جدا بيجعلك تريد أن يعني تبذل الكثير من الجهد لتشارك في نهضة هذا البلد. تاني حاجة كنت شاهدة عليها، ويمكن ذكرها السيد الوزير جرجاوي منذ أيام قليلة، كنا في منتدى دبي للصحافة، أننا كنا شاهدين على بدايات نهضة الإمارات، ودايما نسأل هو إيه السر؟ والسر كما رأيته كان ببساطة أن الشيخ محمد بن راشد اختار مجموعة من شباب الإمارات وقرر أن يمكنهم إزاي. هم كانوا راجعين من دراسات بالخارج في دول مختلفة، وقرر حينها أن هو يمكن هؤلاء الشباب. وأنا بتكلم على الشباب دول اللي ما زالوا شبابا طبعا، بتكلم على السيد الوزير الجرجاوي، بتكلم على أحمد بن سعيد رئيس طيران الإمارات، بتكلم على مع حفظ الألقاب طبعا مع السيد سلطان بن سليم رئيس مواني دبي، بتكلم على محمد العبار رجل أعمال معروف، بتكلم على أسماء كثيرة جدا كانوا شبابا في هذا التوقيت في العشرينات من العمر، وخدهم وقرر إن هو يمكنهم ويديهم الفرصة أن ينشئوا معه هذه المدينة الجديدة أو هذه الدولة الجديدة. وقدروا وكبروا وهذه الرؤية الحقيقة قدرت أنها توصل لما هو فيه. وأنا دايما بشوف هذا الدرس درس مهم جدا، لأنه تمكين الشباب المتعلم الواعي العارف هو ده الدرس اللي كلنا لازم نعرفه. وطبعا سيد جرجاوي احنا مش هنقول من كام سنة، احنا دايما هنقول ان احنا كنا صغيرين، وده كان من سنوات قريبة جدا. بعد هذه الملاحظات اسمحوا لي أن أبدأ بالأسئلة، وأبدأ بالسيد الوزير عبدالله بن طوق. يعني الإمارات هي المستثمر الأول في مصر، مستثمر الأول عالميا في مصر. حجم استثمارات من 2013 ل 21 حوالي 16 مليار دولار. كيف وانتم ايضا دوله مستثمره في كل انحاء العالم، ماذا تمثل استثماراتكم في مصر بالنسبه لكم؟ يعني هل بتعتبروها من الاستثمارات الناجحه، من الاستثمارات المتوسطه؟ بتقيموا استثماراتكم واداء هذه الاستثمارات في مصر ازاي؟ السلام عليكم الاخ لميس، شكرا على المقدمه هذه الجميله والطرح هذا الجميل والذكريات هذه الجميله اللي طرحتيها بين العلاقة دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. ونحن وجودنا اليوم في هذا المحفل في هذا المكان هي وجود لأساس واضح وضعوه زعماء الراحلين والزعماء الحاليين في رؤية متأصلة في العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. علاقاتنا وموقفنا تاريخي، لكن موقف الاقتصادي
والاستثماري بين دولة الإمارات والجمهورية أكبر كذلك. استثماراتنا ليس فقط 13 مليار، بل هي 28 مليار دولار ناتج المحلي الإجمالي و300 مليار استثمارنا المشترك بيننا. دولة الإمارات ومصر فهو موقف اقتصادي ليس فقط بين الدولتين، ولكن هي كذلك موقف للدول العربية. المستثمرين الإماراتيين ينظرون إلى جمهورية مصر العربية كبوابة لأفريقيا، والمستثمر المصري اليوم ينظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة إلى آسيا. توجد حالياً في جمهورية مصر 1300 شركة إماراتية عاملة في قطاعات رئيسية، منها البناء والتشييد والصناعة والزراعة وغيرها من الأمور الحساسة والحيوية، في ظل وجود جائحة، في ظل وجود تقلبات جيوسياسية واقتصادية. يوجد هناك تكامل سياسي واقتصادي واستثماري والعلاقات. كان في الأيام الأخيرة اجتماعات بين الوزراء ما بيننا، فنظرنا إلى ما هي القوانين والتشريعات التي وجدت خلال السنتين الماضيتين لخلق بيئة استثمارية للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال. وجدنا أن كل التشريعات والبيئة الاستثمارية والتعديل للقوانين الأخيرة في جمهورية مصر، أو التعديل للقوانين الإماراتية الأخيرة في التملك 100%، وكذلك في المعاملات التجارية وغيرها من القوانين الاقتصادية، رأينا أن هناك وجود واضح لأن البيئة الاستثمارية جاذبة للمستثمرين. وكذلك القانون الأخير والتعديلات الأخيرة من التشريعات في جذب المواهب، فدولة الإمارات تنظر إلى أيضاً كذلك خلق فرص عمل كبيرة في الجمهورية المصرية، وكذلك استقطاب المواهب لدولة الإمارات في تعزيز القطاعات والكفاءات وغيرها. يوجد ما يقارب 700,000 مصري شاب يعمل في دولة الإمارات، فهذا يتيح لنا اليوم أن نتحدث بأن البيئة الجاذبة لهذه الاستثمارات حيوية، أن الاقتصاد الدولتين في تقدم. 50 عام من النقاشات والحوارات دارت، لكن ما هي 50 عام القادمة؟ نعم دكتورة هالة، يعني منصة استثمارية بين مصر والإمارات وقعت 2019 ب20 مليار دولار، كم نفذ؟ ماذا ننتظر في الفترة القريبة المقبلة؟ عايزين أخبار يا دكتورة بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، ومرة تانية أنا برحب بكل الأشقاء الإمارات في بلدهم التاني مصر، وسعيدة جدا بهذه الاحتفالية العظيمة الحقيقة. خليني أقول لحضرتك أنه أنا عايزة أتكلم، بس وأنا بتكلم على المنصة أنا عايزة أتكلم على العلاقات في ضوء اللي إحنا بنشهده في العالم. إحنا النهاردة عايشين في عالم بقى بيواجه صدمات خارجية متتالية. فإحنا طلعنا من أزمة كوفيد-19، يدوبك كنا لسه بنتعافى من هذه الأزمة، دخلنا في أزمة جيوسياسية ما إحناش عارفين هتنتهي إمتى. فالصدمات الخارجية والله أعلم امتدادها امتى، والله أعلم احنا هنواجه ايه، غير بقى ان احنا عندنا أزمة طاقة على المستوى العالمي، قضية التغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة، الارتفاع الشديد، العالم بقى بيواجه ركود تضخمي شديد، أسعار السلع بترتفع، في disruption كبير جدا في سلاسل التوريد وسلاسل الإمداد، وفي نفس الوقت في نمو متباطئ بشكل كبير جدا. المالتيبل شوكس اللي العالم بيمر بيها دي، اعتقد ده افضل وقت ان احنا كدول عربية ودولتين لهم علاقات متميزة ونموذج فريد واستثنائي في العلاقات العربية العربية، ان احنا نتكامل على المستوى الاستثماري، نتكامل على المستوى التجاري، نتكامل على المستوى الاقتصادي الانتاجي. لأن إحنا الحقيقة المزايا التنافسية والمزايا النسبية اللي موجودة بين الدول أو الدولتين تخلينا نستغني عن استيراد أمور كثيرة جداً من الخارج في إطار الظروف الاستثنائية. المنصة الاستثمارية الحقيقة كانت رؤية ثاقبة من القيادات السياسية في ذلك الوقت لوجود منصة استثمارية مشتركة لضخ استثمارات في حدود 20 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وخليني أقول لحضرتك إن المنصة دي وقعت في نهاية عام 2019، ثم دخلنا في 2020 بكوفيد، وقت ما كان حصل في تراجع في مستوى الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم. ولكن رغم كده إحنا حققنا في إطار هذه الشراكة قرابة 4 مليار دولار حتى الآن، في إطار تراجع الاستثمارات على المستوى الدولي. ولكن الاستثمارات الإماراتية هذا العام هي في المرتبة الأجنبية، هي المرتبة الأولى بين الاستثمارات الخارجية. حققنا استثمارات في مجالات القطاع الدوائي، في المجال الزراعي، في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وهناك خطة طبعاً طموحة جداً للتوسع في مجالات مختلفة. المهم إن إحنا النهاردة الإطار هذه المنصة كانت بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كزراع استثماري للدولة المصرية، هدفه الأساسي إن هو يدفع الاستثمار الخاص. أنا هنا برضو دي مناسبة إن أنا أوضح إن الأذرع الاستثماري، رغم إن هو ذراع استثماري للدولة المصرية، ولكن هو هدفه إن هو يدور على الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، يحولها إلى منتج استثماري ويتيحها للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. فإحنا لدينا النهاردة مجموعة كبيرة في المجال العقاري، مجال التطوير العقاري، في مجال التصنيع الزراعي، وعندنا أيضاً في مجال الخدمات المالية والرقمية مجالات واسعة جداً. إحنا من كتر النهاردة الإقبال على حجم الاستثمارات في مصر، لأن إحنا الدولتين النهاردة عندهم المزايا النسبية. مصر استثمرت بشكل كبير جداً في البنية التحتية والبنية الأساسية المصرية عشان تبقى جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي. عملنا أيضاً تعديلات كتيرة جداً في التشريعات، ولكن المهم وده الحاجة اللي أنا بقولها لأول مرة، إن إحنا زودنا الرأس المال المرخص به للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافاً لوصوله إلى التريليون جنيه إن شاء الله في 5 سنوات، عشان يبقى عندنا القدرة والقابلية لاستيعاب وللشراكات المختلفة بإذن الله مع دولة الإمارات كشكل أساسي ومع دول أخرى إن شاء الله. ده خبر مهم، هرجع أسأل على الصندوق السيادي طبعاً، ولكن دكتور ثاني، دكتورة هالة كانت بتتكلم على فكرة أنه الآن الوقت التعاون فيما يتعلق بقضية سلاسل الإمداد، الغذاء اللي هو عندنا فيه أزمة عالمية، أنتم كان ليكوا دور مهم في إنشاء الصوامع في مصر، والحقيقة اللي هي ساعدتنا بشكل كبير في تخزين القمح والغلال وغيره. برضو مصر يعني الإمارات هي الثاني عربياً في التجارة مع مصر. هل بتفكروا في استغلال ما يحدث الآن؟ يعني إحنا دلوقتي في ما يسمى بلعبة الكراسي الموسيقية في العالم كله، سلاسل الإمداد مختلة، هل يمكن أن يكون هناك تعاون مصري إماراتي يستغل الموقع المصري في يعني في هذه الجزء، هذه الجزئية بالذات؟ طبعاً بداية أنا سعيد بتواجدي اليوم في الاحتفال بال50 سنة للعلاقات التاريخية المتميزة، وإن شاء الله 50 سنة قادمة من تميز التميز بإذن الله. تفضل مع الأخ عبد الله تكلم عن العلاقات التجارية الاستثمارية بينه وبين مصر. قاعدين نشوف دول العالم خاصة خلال السنتين الماضيات، ليس فقط بسبب تداعيات الكوفيد 19، ولكن التأثر الكبير في سلاسل الإمداد، التأثر في بالأوضاع الجيوسياسية اللي قاعدة تضرب العالم، وأيضا الحمائية الكبيرة اللي قاعدة تصير من دول العالم وردة الفعل اللي قاعدة تأثر على انسيابية التجارة العالمية. بالنسبة لنا نحن إذا نتكلم على الأرقام قبل ما أجاوب على موضوع سلاسل الإمداد، التجارة البينية بين دولة الإمارات ومصر في نمو كبير، أو حتى في أيام الانخفاض العالمي كان هناك نمو. عام 2021 وصلنا إلى ما يقارب 28 مليار دولار بزيادة ما يقارب 8%. النصف أو 8 شهور الأولى من هالعام جاوزنا 9% أرقام للعام الماضي، وصلنا إلى 18.7 مليار دولار، ومكملين في هذا الزخم اللي يصير، وبين أن هناك فعلا في إمكانيات ضخمة لهالعلاقة أن ننتقل للمرحلة بعدها. إذا نتكلم عن الأرقام في منطقتنا أو كعدد السكان الاستهلاكي والسوق الاستهلاكي، نتكلم عن تقريبا 430 مليون نسمة في الوطن العربي،
107 موجودين فيهم في مصر، وهذا يبين الثقل الكبير في القوة الاستهلاكية والقوة الشرائية وأيضا القوة الاستثمارية اللي ممكن تستقطبها مصر في الوطن العربي. مصر بالنسبة لنا بوابة لأفريقيا، وأفريقيا موجودة فيها أو على وشك الانتهاء من التفاصيل الأخيرة لاتفاقية التجارة الحرة، نتكلم على سوق يصل إلى 1.6 مليار شخص، ومصر بتكون بوابتنا الرئيسية للدخول بشكل سريع لهذا العدد الاستهلاكي الضخم. إذا نتكلم على المرحلة الجاية 20 سنة القادمة، القارة الأفريقية بيكون فيها 2.6 مليار نسمة، وهذه هي أكبر قوة محركة رئيسية لاقتصاد عالمي، هي القوة الاستهلاكية الموجودة في جميع أقطاب دول العالم. بالنسبة لأساس الإمداد، طبعاً بالنسبة لنا مصر سوق مهم وسوق قوي وصناعي مهم. الأرقام اللي أتكلم فيها بالنسبة للعدد السكان هاي بين قوة المهارة واليد العاملة الماهرة الموجودة في مصر، واللي هي بتستقطب العديد من المصانع اللي بتزود العديد من الدول بالاحتياجات الأساسية والسلع الأساسية. كان هناك العمل بالفترة الماضية، وهناك العديد من المشاريع. سعادة الأخ سلطان مسليم الرئيس التنفيذي لموانئ دبي موجود عنده جلسة لاحقا، في توسع في ميناء عين السبخة، التوسع بتقريبا 30 مليار دولار. هناك ايضا شراء لشركات لوجستية من قبل موانئ ابو ظبي تم استحواذ عليها بنسبة 70%، دخولنا بشكل كبير في الصناعات المحلية، تطوير الرباعي بين الامارات ومصر والاردن وبحرين، تطوير مصانع لتزويد المنطقة في سلاسل الامداد جزء رئيسي من هذه العملية، وهو جزء من الاستقطاب اللي تفضلت فيه معالي الوزيرة من خلال الصندوق السيادي. طبعاً احنا نشوف مصر كمركز رئيسي في سلاسل الإمداد، وإن شاء الله بيكون هناك في خطط واستمرار في تنفيذ هذه الرؤية إن شاء الله. طب بالنسبة لمواني دبي، يعني لكم تجربة مهمة في مواني السخنة، هل هناك تفكير في الدخول في مواني مصرية أخرى؟ دائما احنا مصر احد اهم الدول اللي مستهدفينها في استثماراتنا، فاي فرصه واي امكانيات بنكون من اوائل الدول اللي موجودين في هذا الفرص. دكتور سمير، هل يجري التشاور مع الجانب الاماراتي الان مثلا لمنطقه صناعيه مشتركه في قناه السويس؟ يعني هل في طلبات معينة في لشركات في أو لمصانع إماراتية في أماكن معينة أو شكراً في قطاعات معينة؟ شكراً. برحب بإخواننا من دولة الإمارات، ولو أن يعني لا يجوز الترحيب بحد في بيته، يعني طبعاً. أنتم في بيتكم. يمكن هنبدأ، بس نرجع أسأل أرجع بسؤال حضرتك بس ما ذكرته دكتورة هالة سعيد عن الفترة اللي فاتت كلها واللي حصل في العالم كله. نبهنا النهاردة ان في ازمات لا يعلمها الا الله ممكن يعني تقرب من الاقتصاد العالمي، يعني محدش عارف الازمات دي هتنتهي امتى، محدش عارف احنا رايحين على فين، العالم كله مش بتكلم على دولنا العربية. فظهرت فكرة الشراكة التكاملية في مايو الماضي ما بين الأربع دول، أو الأول كانت ما بين الثلاث دول وبعدين انضمت إليها مملكة البحرين، وكان الهدف الأساسي إن إحنا النهاردة نعتمد على بعض كدول عربية في سلاسل الإمداد. النهاردة إحنا محتاجين إيه تحسباً لأي ظروف ممكن تقدر النهاردة إنها تقطع السلاسل الإمداد، أو يكون وجود عندي نقص في أي حاجة. بدأوا على مشاريع في قطاع الزراعة، الأغذية، زي ما ذكرت الدكتورة هالة الأربع قطاعات أو الخمس قطاعات، اتقدم 87 مشروع، منها 12 مشروع بدأوا فعلاً ب 3.4 مليار دولار، والباقي لسه ما زال تحت الدراسة. المرحلة اللي شايفها أنا بعد كده أنها ممكن تكون في صناعات قائمة في الإمارات وفي صناعات قائمة في مصر. المرحلة الثانية هي المفروض التكامل ما بين المصانع. أنا مش لازم أعمل كل حاجة أو أعمق صناعتي بكل حاجة، ولا الإمارات النهاردة أنه هو يصنع ويكم يعني ياخد سلسلة السبلاي تشين بتاعته كلها بالكامل، ولا أنا. ممكن أن احنا نصنع في الدول العربية، كل واحد فينا يختص بحاجة ونتكامل مع بعض. فالفرص واعدة، الفرص واعدة قدامنا كتير، لسه عشان نعمله قدامنا كتير.
أشكر. هل في كلام على منطقة قناة السويس ولا؟ والله يا فندم منطقة قناة السويس رئيس الهيئة موجود دكتور وليد، ممكن يجاوب حضرتك في طيب. يا فندم مين قال؟ دكتور وليد رئيس الهيئة. طيب سيادة الوزير، سيادة الوزير يعني ADQ الصندوق السيادي الإماراتي قام بالفعل بالاستحواذ على حق يعني قدرت يستحوذ على 5 استحواذات حتى هذه اللحظة، وبنتكلم على البنك التجاري الدولي، فوري، اسكندرية للحاويات، أبو قير الأسمدة وموبكو. ما هي الخطة القادمة؟ هل لديكم في البايبلاين استحواذات أخرى؟ صندوق السيادي المصري وADQ مجموعة أبو ظبي القابضة أعلنت بصندوقها $20 مليار. هذه 20 مليار دولار تضع في خطتها اللي هي القطاعات الصناعية المستقبلية، ومنها الأمن الغذائي ومنها الزراعي وغيرها أيضا كذلك من الاحتياجات المستقبلية للعالم العربي. وأعتقد التوجه هذا كذلك مع اتفاقية الصناعية المتكاملة اللي فيها جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات والأردن والبحرين مؤخراً يضيف أيضاً كذلك تخصصات واضحة في عملية الاستثمار في صندوق، وتم تحديد تقريباً 3.4 مليار دولار في الصندوق الصناعي المتكامل في الاستثمار كذلك في الفترة القادمة بين الأربع دول. نرى بأن توجه العالم بعد كوفيد-19 والتحديات اللي واجهتنا في اقتصاداتنا التقليدية اللي معتمدة بشكل مباشر على النفط والغاز أو الطيران أو غيرها من الأمور التشغيلية محتاجة إلى إعادة نظر في عملية ما هي الاقتصادات المستقبلية التي يجب أن نستثمر فيها. ونرى أن الصناديق السيادية بها والاتفاقيات الصناعية هذه أرست هذه الدعائم الرئيسية في التحول لاقتصاد جديد لاقتصاد أكثر استدامة. فالنمو الحالي اللي نشوفه في الاستثمارات حتى تركز في هذه المجالات الرئيسية. يعني ما هل في تارجتس؟ يعني عايزة خبر. في 20 مليار تم إعلان عنها. أيوة عايزة، مع يعني بتفكروا في إيه، بتدرسوا إيه مثلا، ماذا طرح المصريون عليكم؟ يعني الصندوق السيادي طرح إيه؟ توجد بتدرسوا إيه؟ هذه توجهات استراتيجية سيادية وإعلان عن هذه المشاريع والاتفاقيات ستكون في المستقبل القريب. لكن 20 مليار دولار هذا حجم كبير من الاستثمارات، وكذلك هناك في زيادة فيها إن شاء الله. نحن استثماراتنا المشتركة من الإمارات ومصر أكثر من 300 مليار دولار، جذبنا استثمارات عالمية فقط في الفترة الماضية، فيعطيك مؤشر واضح بأن دولة الإمارات ومصر بيئة جاذبة لهذه الاستثمارات. وعشرين مليار دولار هي أيضا كذلك ستضع الإمارات من دول أكبر دول عالميا في الاستثمار في مصر. 20 مليار دولار في فترة قد إيه؟ في الفترة في 10 سنوات القادمة. 10 سنوات. دكتورة هيلة. طيب أنا عايزة أقول ردا على كلام حضرتك، التعاون الحقيقة بين الصناديق السيادية الفترات بالذات الفترات دي مهم جدا، لأن دي شراكات استراتيجية. احنا زي ما احنا النهاردة بنتكلم على انه الصندوق السيادي الشركة الابو ظبي التنموية القابضة دخلت اخذت حصص، بعض الحصص اقلية في بعض الشركات المصرية، ايضا مستقبلا هيبقى فيه، احنا الاتفاقية بتقول ان صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برضو يستثمر في بعض الشركات داخل الامارات، فهي علاقة تبادلية قايمة على مصالح وين وين للجانبين. الجزء المهم هنا في هذه الشراكات ان دخول النهاردة استثمارات أجنبية وخبرات إدارية وخبرات لزيادة والتوسع في رأس المال، كل دي بتعود بالفايدة على البلدين. أنا النهاردة بخش أشتري حصة من أحد الشركات المصرية، أنا النهاردة بأضيف إلى زيادة رأس المال هذه الشركة، بعمل ضخ استثمارات أجنبية، بدخل خبرات إدارية متنوعة. ولما بوجودنا إحنا الاثنين في هذه الشركات، لما النهاردة بنتكلم دايماً أنه مشاكل الدول الاقتصاديات متوسطة النمو واقتصاديات الناشئة عدم قدرتها على استجلاب التكنولوجيات المتطورة، وجودنا مع بعض النهاردة بتبقى قوة قدام المستثمر الأجنبي اللي احنا محتاجين ناخد منه في وسط هذا العالم المتطور تكنولوجيا متسارعة. فدايماً مع بعض الحقيقة ده بيدينا قوة كبيرة جداً.
ردا بقى على سؤال حضرتك، انا عايزه تعرفي ايه المستقبل. المستقبل النهارده ان احنا عندنا مجموعه من الخطط في مجال الطاقه الجديده والمتجدده. في الطاقه الجديده والمتجدده احنا النهارده مصر طرحت مجموعه من طرحت استثمارات في مجال تحليه المياه. في مجال تحليه المياه احنا طرحنا تندر تقدم له النهارده 300 أوفر، 300 أوفر من 30 دولة، منها دولة الإمارات العربية الشقيقة. أيضا عندنا تعاون في مجال الطاقة الجديدة، في مجال الهيدروجين الأخضر بإذن الله. عندنا أيضا في مجال الكهرباء، ففي في تعاون في مجال استخدام الويست مانجمنت. عندنا أيضا في المخلفات الصديقة للبيئة. فدي كلها استثمارات بإذن الله في الفترة القادمة، بالإضافة إلى مساهمة إن شاء الله صندوق أبو ظبي التنموية القابضة أو الصناديق السيادية الإماراتية في البري آي بي أو فند اللي الصندوق السيادي أسسه منذ عدة أسابيع. هذا الصندوق هو صندوق لهيكلة تهيئة الشركات ما قبل الطرح، ما قبل الطرح في البورصة. إحنا بنعمل إعادة تهيئة وتأهيل الشركات، يعني في رغبة من الصناديق السيادية العربية وبالذات صندوق أبو ظبي للمساهمة في صندوق البي آي بي أو فند. دكتور شكرا يا دكتور. دكتور ثاني، يعني كان الدكتور سمير اتكلم على الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، وهذه المرحلة الأولى. ماذا عن المرحلة الثانية؟ هل بدأتم تفكرون في المرحلة الثانية؟ هو بالنسبة للمشروع الشراكة الرباعية تم تحديد ما هي السلع التي يتم استيرادها من قبل دول العالم لدولنا، والخطة لإحلالها بصناعات عربية لضمان سلاسة وجود هذه السلع في دولنا الأربعة والدول العربية بشكل عام. تم تحديد 8 قطاعات رئيسية كمرحلة الأولى، هو هذه الأسين شغالين عليها، وبعدها إن شاء الله بيتم التوسع بحيث نضمن وجود السلع بشكل دائم في منطقتنا بسواعد عربية تطير هذه المشاريع. لو تسمحي لي أنا برجع بس للسؤال اللي قبل اللي تكلمي فيه عن الاستثمار. احنا استثماراتنا في مصر ترى متنوعة، بدنا نتكلم على الخليط الموجود. استثماراتنا في القطاع العقاري، وهنا خطة أيضا في المرحلة القادمة عن طريق بعض الشركات إذا كانت هي عمارة، وعن طريق سكاي أبو ظبي أنهم يستثمرون عدة مليارات في المرحلة الجاية. نتكلم على الاستثمارات في البنية التحتية، ذكرنا موانئ دبي وأيضا القطاع اللوجستي والدخول الكبير في موانئ أبو ظبي في السوق المصري. الاستثمار مثل ما تفضلت معالي الوزيرة في قطاع الزراعة والغذائي والصناعي، وعندنا واحد من أكبر مصانع إنتاج السكر موجودة هنا في استثمارات إماراتية مجموعة جمال غرير. هناك استثمارات أيضا في قطاع الضيافة، قطاع السياحة. ففي تنوع في الاستثمارات المباشرة. الجانب الآخر اللي هو لضمان وجود السيولة، واللي هو دخولنا عن طريق صندوق أبو ظبي القابضة أو الصناديق الأخرى اللي دخول في البورصات، هذه لضمان وجود سيولة اللي ممكن فيها الحكومة تتحرك في استثمارات جديدة هي مهتمة فيها. فهذه عملية متكاملة في لدعم الجهود اللي تقوم فيها الحكومة في مصر. المرحلة القادمة طبعا هي عملية توسيع والتنفيذ للصناديق اللي تم الاستثمار فيها، ولكن طبعا احنا ما في حدود لهالاستثمار هني. اذا كان هناك فرص احنا مستعدين ان ندخل وندرسها بشكل تفصيلي ونشوف شو هي الفرص. قطاعات جديدة بدأت تطغي ايضا على القطاعات اللي ياسين تكلم عنها، اذا تكلم عن القطاع التقني او حتى قطاع الهيدروجين الاخضر اللي بدنا فيه فعلا نقطع خطوات كبيره هنا. فما نفرض او نحد نفسنا في القيود اللي تم الاعلان عنها. الفرص موجوده والسوق كبير والمستقبل امام الجميع ان شاء الله. دكتور سمير، هل يعني دكتور هلا كلمت على الهيدروجين الاخضر، وايضا دكتور ثاني، هل بنتوقع توقيع مذكرات تفاهم على هامش الكوب او على هامش حتى هذا المنتدى؟ هل في مذكرات تفاهم in the writing؟ يعني في مشروعات فعلا تحت الدراسة ومتقدمة لوزارات عدة، بس هي بتاخد اسلوب معين في الدراسة. اتوقع ان هو ممكن ينتهي وفعلا يعلن عن حاجة كده خلال الكوب. دكتورة هلا، انا هوجه لك السؤال الاخير الحقيقة في هذه الجلسة. امبارح كان عندنا مؤتمر يعني على مدى 3 أيام مؤتمر اقتصادي مهم جدا. انتهى هذا المؤتمر بمجموعة من التوصيات. ماذا تقولين لمجتمع الأعمال الإماراتي عن هذا المؤتمر، عن مخرجاته، عن البيئة المصرية التي
تعاني من بعض المشكلات الهيكلية، ولكننا نعمل على حلها في المرحلة المقبلة. شكرا أستاذة لميس على السؤال. الحقيقة ده مهم، لأن أنا كنت عايزة أوجه رسالة للمجتمع رجال الأعمال الإماراتي، وطبعا ومعانا مشرفينا أيضا مجتمع رجال الأعمال مصري. الحقيقة إحنا الفترة دي يمكن العالم كله في إطار التحديات اللي بيمر بيها، كان مهم جدا أنه يبقى في مؤتمر مصارحة مع كل أطراف الشعب، وإحنا طبعا أستاذ ضياء رشوان مشرفنا كرئيس الحوار الوطني. الحقيقة كان هذا المؤتمر لقاء مهم جدا للمصارحة وتقييم التجربة التنموية المصرية، عملنا إيه، كنا فين منذ 40 سنة، وبقينا فين، وإيه اللي إحنا عايزينه الفترة الجاية. الحقيقة الدولة المصرية يمكن مرت وحضراتكم عارفين بفترة غاية في الاستثنائية، غاية في الاستثنائية في الفترة من 11 ل 2013 أو ل 2014 عشان أكون تحديدا، وقت استقرار السياسي والأمني لهذه الدولة المصرية. هي الفترة من 2011 ل 2014، وأنا وقتها كنت يعني متشرفة أن أنا موجودة كعميدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وشفت يعني عن قرب حجم المعاناة اللي إحنا كنا عايشين فيها في هذه الفترة. لما بدأنا مرحلة الاستقرار السياسي والأمني وبدأنا مرحلة الإصلاح الاقتصادي، كان لابد في هذه المرحلة الدولة المصرية تتدخل لمجموعة من الإصلاحات، لتتدخل بشكل كثيف كدولة عشان ترفع من قدرة ومستوى البنية التحتية المصرية. احنا كنا 2014 وحكوا تتذكروا الكهرباء كانت بتقطع 6-7 ساعات في اليوم، بتأثر علينا في بيوتنا، بتأثر علينا في الصناعة، بتأثر علينا في المدارس، في المستشفيات، في كل مكان. كان عندنا تدني وتدهور شديد في البنية التحتية، كانش فيه شبكة طرق، ما كانش فيه مواصلات عامة مناسبة ولائقة للشعب المصري، كانش فيه شبكة مواني، وبالتالي هذه بيئة ليست محفزة للقطاع الخاص إن هو يستثمر فيها. فكان الحقيقة واجب على الدولة المصرية أنها تدخل بكثافة تستثمر وترفع من مستوى هذه البنية التحتية. حاجة تانية، عملنا بيئة تشريعية هامة جدا، تطوير في كل التشريعات الخاصة بالاستثمار، بالخروج من السوق، بقوانين التراخيص الصناعية، يعني مجموعة كبيرة من التشريعات، فبقى عندنا بنية أساسية مؤسسية قوية جدا. ثم بدأنا في مرحلة الإصلاح الاقتصادي، تحرير سعر الصرف، إصلاح مالي ونقدي، وبدأنا في 2020 مرحلة الإصلاح الهيكلي اللي احنا بنركز على القطاع الإنتاجي والجزء المؤسسي ومزيد من مشاركة القطاع الخاص. وعشان الحقيقة أطمن القطاع الخاص، كان لابد أن يكون هناك وثيقة تسمى وثيقة ملكية الدولة. هذه الوثيقة بتشرح لمجتمع المصري كله وللشعب المصري الحكومة كانت فين وهتتخارج فين، وبتدي حوافز للقطاع الخاص إن هو يدخل، لأن ده الحقيقة إحنا لدينا إيمان شديد القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في التنمية. القطاع الخاص المصري بيشغل 80% من قوة العمل، هو النهاردة الذي له قيمة مضافة تقارب من 75% في الإنتاج المصري، في قطاع الصناعة، في قطاع الزراعة، في الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات. فكان مهم جداً إن إحنا يبقى عندنا وثيقة تنظم هذه الملكية، تنظم التخارج اللي هيتم من القطاعات المختلفة على مدار السنوات القادمة، وتطمن المستثمر المصري والأجنبي إن النهاردة الدور الأساسي هو القطاع الخاص. كمان فعلنا بعض المواد اللي كانت موجودة في قانون الاستثمار التي لم تكن مفعلة، لم تكن مفعلة كحوافز في توطين الصناعات، إلغاء الضريبة العقارية على عدد كبير من الصناعات، النهاردة حوافز للاقتصاد الأخضر. فكل ده لإيماننا الشديد الذي يقود التنمية هو القطاع الخاص. وبالتالي أنا بشوف النهاردة إحنا كحكومات دورنا مع بعض، دورنا مراقب ومنظم ومساند، ولكن أنا هنا بدعو مجتمع الأعمال المصري، والأستاذ جمال السادات موجود، وأيضا الطرف الإماراتي موجود، إحنا النهاردة كمجتمع أعمال مصري وإماراتي ده الدور بتاعنا مع بعض. عندنا القطاع المصرفي أيضا موجود ليساند في تمويل عملية التنمية، ولكن المرحلة القادمة إحنا محتاجين مساندة من مجتمع الأعمال الإماراتي والمصري سوا، هم اللي عليهم الدور إن هم يبصوا على الفرص الاستثمارية. عندنا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيسها موجود، رئيس التنفيذي للصندوق السيادي، كل دول مع بعض يقدروا إن هم مع حضراتكم يقدروا إن هم يشوفوا كل الفرص الاستثمارية، يحاولوا بيساعدوا في كل الأمور الخاصة بالترتيبات للمنتجات الاستثمارية المختلفة، لأن الحقيقة
مصر لديها العديد، كل الإمكانيات لجعلها النهاردة يعني نقلها نقلة نوعية وقفزات نوعية في مجال الصناعة، في مجال عندنا كل الإنجريدينز، كل المقومات، عندنا الشمس في مجال الطاقة الجديدة، عندنا الشمس، عندنا طاقة الرياح، عندنا البنية الأساسية، عندنا البنية التشريعية، وأيضاً مهم جداً عندنا الثروة البشرية، التالنت، شباب مصر اللي أنا يعني على ثقة شديدة في قدراتهم وفي إمكانياتهم. حقيقة يعني مصر بها العديد من الكفاءات، والإمارات أيضاً بها العديد من الكفاءات، فشباب البلدين يقدروا أن هم فعلاً يشوفوا مستقبل أفضل بإذن الله. اتفاق صندوق النقد قريب؟ إن شاء الله. يعني أيام ولا أسابيع؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكراً للسادة الوزراء، وشكراً للسيدات كمان الوزراء، وبشكركم أعزائي المشاهدين. طبعاً أنا بحاول أخد أي أخبار بس الوزراء صعبين شوية. شكراً لكم وشكراً للحضور الكريم. كل الشكر لمعالي الوزراء على هذه الجلسة، والإعلامية زميلة العزيزة لميس الحديدي. السيدات والسادة الحضور، نستأذن حضراتكم، سنتوقف لاستراحة قصيرة ونواصل جلستنا بعد حوالي 15 دقيقة. إذن مشاهدينا، تابعنا جانبا من احتفالية مصر والإمارات قلب واحد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية برعاية الرئيس السيسي. تابعنا أيضا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجهة للاحتفالية، والتي أكد خلالها على التفاهم وعلى تطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات العربية الشقيقة. كما شدد أيضا السيد الرئيس على أن العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، مضيفا أن الآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة. كذلك تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذه الاحتفالية، وأكد أن دولة الإمارات كانت دائما أول المساندين لمصر في التاريخ الحديث، وأن السنوات الأخيرة قد شهدت تنسيقا وثيقا بين القيادة السياسية في مصر والإمارات، مشيدا بحجم الاستثمارات الإماراتية في مصر والتي بلغت 4.6 مليار دولار خلال العام الجاري.
كذلك تحدث وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد عبد الله القرقاوي، حيث أشار إلى الدعم المصري المطلق للإمارات، وأن الإمارات تقف دائما بجانب مصر في كل المواقف، وأشار أيضا إلى أن مصر هي مركز الثقل وميزان استقرار المنطقة. وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بالعلاقات المميزة بين مصر والإمارات، وأشار إلى أن هذا النموذج هو ما يعد مثالا تطمح إليه الجامعة العربية لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية. كذلك أيضا تتواصل الاحتفالية، وكما قال رئيس مجلس الوزراء، على مدار 3 أيام، حيث يتخللها فعاليات اقتصادية وثقافية وإعلامية، إضافة إلى جلسات نقاشية عديدة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، بالتأكيد هناك خصوصية للعلاقات المصرية الإماراتية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أنها بتظل دائما نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، وأنها تتسم بالقوة وبالمتانة عبر كل هذه العقود. قراءتك لذلك؟ هو بالطبع العلاقات المصرية الإماراتية هي نموذج العلاقات العربية العربية، ولو شفنا منذ نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 50 عاما، ومصر ودولة الإمارات علاقتهم ثنائية وقوية. ولن ننسى في حرب أكتوبر 73 ومقولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات اللي أسبق كلمته المشهورة: ليس البترول العربي أغلى من الدم العربي، وقام بقطع البترول عن الدول المساندة لإسرائيل، وكان له تأثير كبير في إنهاء المعركة كسلاح للبترول. وأيضا المواقف الدائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر في كافة المواقف، والوقوف ووقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع ثورة 30 يونيو، صحيح، والدعم والعلاقات المستمرة الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ده أكبر دليل على مكانة العلاقات بين الدولتين والتنسيق في كل الرؤى التي تخص منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل في الوقت الحالي، وكيفية مواجهة الأزمات العربية وكيفية مواجهة التحديات اللي بتواجهها المنطقة في الوقت الحالي. علاقات نموذجية وطيبة ومثمرة أيضا، والدليل على ذلك اللقاءات المستمرة والتنسيق المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المواقف وفي كل الأزمات اللي بتواجه المنطقة. دائما ما يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد من اجل مناقشه تلك الازمات وايجاد حلول لخروج المنطقه ككل من تلك الازمات. 50 عاما من العلاقات، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن التوافق والتفاهم بين البلدين مصر والإمارات هما عنوان لمسيرة العلاقات بينهما على مدار هذه العقود الطويلة. كيف ترى هذه العلاقة الاستراتيجية أستاذ جميل تحديدا بين البلدين، وبشكل خاص أن هناك شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والإمارات؟ هو طبعا علاقة زي ما بقول لحضرتك هي علاقة متفردة بين الدول بعضها مع بعض، علاقة استراتيجية قوية جدا بين مصر ودولة الإمارات. هناك تنسيق كامل على كافة المحاور، وحتى المحور العسكري هناك تنسيق أيضا، وتدريبات عسكرية مشتركة مستمرة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة كل عام، وأيضا التنسيق في كافة القضايا. ودائما هنلاقي أن المواقف المصرية والمواقف الإماراتية متطابقة بشكل كبير جدا في كل الأزمات العالمية أو التحديات أو وجهات النظر هتجديها متطابقة في كل الأزمات. إذا مصر ودولة الإمارات بالفعل 50 عاما من العلاقات المثمرة، لا يوجد خلاف بين الدولتين على مدار 50 عاما. دولة الإمارات دائما ما تقف بجانب الدولة المصرية في المواقف الصعبة زي ما قلت لحضرتك، وأيضا مصر
تقف بجانب دولة الإمارات في العديد من المواقف التي تتعرض لها دولة الإمارات والإلزامات التي تتعرض لها دولة الإمارات. دائما مصر موجودة ومتواجدة دائما. مثلما ذكرت أستاذ جميل، هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة قوية ومتينة على مدار كل هذه العقود بين مصر والإمارات. أريد أن أتحدث تحديدا عن الجانب الاقتصادي الذي يتسم بالتميز بشكل كبير جدا في التعاون والتبادل التجاري بين البلدين والمشروعات المشتركة في مجالات كثيرة، مثل المجال الزراعي، التعاون في المجال الزراعي، الملاحة البحرية، في التصنيع، في الكثير من المجالات، الثروة الحيوانية، النقل وغيرها أيضا من القطاعات. إلى أي مدى يسهم ذلك في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين وزيادة أيضا الاستثمارات المباشرة الإماراتية في مصر؟ هو طبعا شفنا بعد 30 يونيو ثورة مصر العظيمة، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة زي ما قلت لحضرتك تقف بجانب الدولة المصرية. على الجانب الآخر هناك العديد من الاستثمارات دخل فيها دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر زي ما حضرتك قلت في جميع مجالات الحياة، في على مستوى الاتصالات، على مستوى النقل، على مستوى الموانئ وخلافه، كل مشروعات أو استثمارات إماراتية قدرت ان هي تساهم في الاقتصاد المصري، قدرت ان هي تساهم انها ترفع من الاقتصاد المصري بشكل كبير. وايضا زياده التبادل التجاري بين الدولتين اصبح في الوقت الحالي في قمه عمليه التبادل التجاري بين الدولتين. اذا العلاقات في مجال الاستثمار او المجال الاقتصادي علاقات قويه عادت بالنفع على الدولة المصرية وأيضا على دولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد على مزيد من الشراكة ومزيد من القوة في الوقت الحالي في علاقات الدولتين. ودليل أيضا على مصر أصبحت في الوقت الحالي هي دولة جاذبة للاستثمار بشكل كبير، والاستثمار بها آمن. بهذا السبب نجد أغلب الشركات الإماراتية تستثمر بشكل كبير داخل الدولة المصرية. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. العلاقات المصرية الإماراتية تمتد على مدار 5 عقود، وقد تميزت بالقوة والمتانة في مختلف المجالات، وكانت مصر من أوائل الدول دعما لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في عام 1971. 50 عاما على تأسيس العلاقات الرسمية المصرية الإماراتية، رسخت لنموذج أخوي يحتذى به عربيا وعالميا. العلاقات الممتدة على مدار 5 عقود تميزت بالقوة والمتانة في مختلف المجالات، ليشهد التاريخ على العديد من المحطات البارزة بين البلدين في مواقف كثيرة. تاريخياً كانت مصر من أوائل الدول دعماً لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، وسارعت إلى الاعتراف به، اعتراف تبعه تبادل العلاقات على مستوى السفارات، تدشيناً للعديد من النقاط المضيئة في العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين. في سنوات 70ات الأولى قامت القاهرة بدور كبير في دعم دولة الإمارات دولياً وإقليمياً باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة لقوة العرب، وتقديراً لدوره في مساندة قيام الاتحاد. أهدى رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان النهيان الرئيس الراحل محمد أنور السادات في زيارته له سنة 1971 وشاح آل نهيان، كما أكد الشيخ زايد مراراً أنه لا وجود للأمة العربية بغير مصر. وفي هذه المرحلة المبكرة من العلاقات الثنائية قدمت مصر دعماً كبيراً لدولة الإمارات، خصوصاً مع بعثات المدرسين والمهندسين والأطباء، فضلاً عن فتح مصر ذراعيها لاستقبال الطلاب الإماراتيين بحفاوة وترحاب. وبعد ثورة 30 يونيو عام 2013، دعت الإمارات في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تقديم الدعم لمصر بما يعزز مسيرتها نحو التقدم والازدهار، لتبادر الإمارات في مساندة الجانب المصري، فضلاً عن الاشتراك
العراق في استثمارات كبرى لدعم الدولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع شعار أمن الخليج من أمن مصر ليصير منهجاً لدى الدولة، وذلك تقديراً للدور الخليجي لا سيما الإماراتي، حيث تقف مصر مساندة للإمارات في كل ما يؤرق شعبها. وفي نوفمبر 2019 قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس السيسي وسام زايد، وهو أعلى وسام تقدمه دولة الإمارات لملوك الدول ورؤسائها وقادتها، وذلك تقديراً لدوره البارز في دعم العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة. التقارب السياسي بين قيادات البلدين بلغ حد التطابق في الرؤى والتوجهات بشأن ما يؤرق محيطنا العربي والإسلامي من قضايا، إضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية، لتتيقن الشعوب العربية كافة أن في تقارب مصر والإمارات صالح الأمة ومستقبلها. وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف السفير إبراهيم الشويني مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، بعد التحية، كيف ترى خصوصية وقوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية ورمزية إقامة الاحتفالية التي تابعناها وما زلنا نتابعها الخاصة بمناسبة مرور 50 عاما على هذه العلاقات مصر والإمارات قلب واحد؟ والله الحقيقة يعني العلاقات المصرية الإماراتية نموذج ممتاز ورائع للعلاقات بين الدول وخاصة بين الدول العربية. يعني أتمنى أن يكون كل العلاقات المصرية مع الدول العربية مثل ما هي مع الإمارات. الحقيقة يعني منذ من قبل أن تصبح الإمارات دولة موحدة سنة 71 كان هناك اهتمام مصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بالإمارات مع انسحاب القوات البريطانية من شرق السويس. وبالتالي بعد ذلك الحقيقة نمت العلاقات ونمت إلى أن استقلت الإمارات وأصبحت دولة واحدة في مكونة من 7 إمارات، وتم تسميتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو واقع مهم جدا. العلاقات الحقيقة نموذج لأنها تشمل علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية، جميع أنواع العلاقات على مستوى رائع وعالي جدا بفضل الحقيقة إخلاص الشيخ زايد الله يرحمه. الحقيقة كان نموذجا ورجلا عربيا الحقيقة أصيلا، تميز بالأخلاق والسمات العربية الأصيلة القوية التي تجمع كل الشمائل الجميلة الحقيقة. يعني هو وقف إلى جانب مصر في كل ساعات الشدة وخاصة في عام 73، وأيضا بعد ذلك وقفت الإمارات مع مصر في موضوع 30 يونيو التي أراد البعض أن يسميها انقلابا وهي حقيقة ثورة شعب، ووقف إلى جانبها وقفة شجاعة جدا. وقدم كل ما يمكن من مجهود للوقوف إلى جانب الدولة المصرية لتقف على قدميها بعد الظروف السيئة الصعبة التي مرت بها في 25 يناير وما تداوم من أحداث. السيد الرئيس وصف هذه العلاقات وعمرها 50 عاما بين مصر والإمارات بأن عنوان هذه العلاقات معالي السفير التوافق والتفاهم. إلى أي مدى يتحقق ذلك على أرض الواقع بين البلدين، بين مصر والإمارات، وبشكل خاص في المسار السياسي مثل ما ذكرت؟ والله الحقيقة يعني في تفاهم وإدراك لكل المواقف السياسية للبلدين، لأن هناك تحركات الآن المنطقة تموج بمختلف الآراء ومختلف المشاكل منذ أن جرت المؤامرة ضد إسقاط الدول العربية وإفشالها في يناير 2011 حقيقة. فبالتالي الآن كل هذه المواقف مهما تغيرت ومهما كان الإمارات مواقف ومهما تحركت مصر وكان لها مواقف، يتفهم الطرفان مواقف كل منهما ويساعدان بعضهم البعض في سبيل تحقيق الأمان للشعب المصري وللشعب الإماراتي.
نعم. وإذا ما تحدثنا معالي السفير أيضا عن الجانب الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تشمل التبادل التجاري وأيضا تشمل الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بنسبة كبيرة للغاية، مثلما ذكر اليوم دكتور مصطفى مدبولي في كلماته، قراءتك لهذا الملف الهام ومدى التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة اقتصاديا بين مصر والإمارات؟ والله هذه المسألة الاقتصادية حقيقة الإمارات لا تبخل إطلاقا بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد المصري، وتوجد في مصر أكثر من 1300 شركة إماراتية في أنشطة مختلفة مهمة جدا، وتزداد قوة مع الوقت وتزداد إيمان بأن التوثيق الاقتصادي بين البلدين أمر مهم جدا يفيد البلدين، تكسب الإمارات وتستفيد مصر، هذا أمر مهم جدا جدا جدا، واضح جدا أن هذا إضافة إلى أن مصر يعني توفد معلمين ومهندسين وفنيين لدولة الإمارات يعيشون هناك وكأنهم في بلدهم الثاني، ويسعدون بوجودهم بين أبناء الإمارات. نعم. أيضا مثلما تحدثت معالي السفير عن الجانب الاقتصادي، هذا الجانب من التعاون والعلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية تشمل الكثير من المجالات، في القطاع الزراعي، في الملاحة البحرية، في النقل، في الثروة الحيوانية. يعني هل تتوقع خلال المستقبل القريب إن شاء الله أن يكون هناك مجال أوسع للتعاون بين البلدين في ظل تعزيز ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية المشتركة؟ الواقع من يتابع العلاقات المصرية الإماراتية يجد دائما التوسع يزداد كل عام، يزداد نشاط الشركات وحجم الاستثمارات، وتزداد أنواع التخصصات المختلفة للشركات الإماراتية، وفي تقدم حقيقة واعتماد البلدين على بعضهم البعض، وهذا يؤدي إلى نشاط اقتصادي مثمر مفيد للإمارات ومفيد لمصر حقيقة. نعم. أشكرك جزيل الشكر السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. وإذا ما تحدثنا مشاهدين عن العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات ومصر، فهي بالفعل شراكة استراتيجية شاملة خاصة على الصعيد الاقتصادي عبر عدة أشكال من التبادل التجاري والاستثمارات والمشروعات المشتركة في قطاعات مختلفة، الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع والملاحة البحرية والنقل وغيرها من القطاعات. دولة الإمارات بتسهم بتنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وخلق مصادر محفزة جديدة للاقتصاد المصري. تتسم العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية بالقوة والمتانة منذ اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات، وهي علاقات مرشحة دائما للنمو وتحمل آفاقا واعدة في مختلف المجالات. هذا وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات. هذا وتستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم في الأسواق الإماراتية، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال عام 2021 3 مليارات و623 مليون دولار، كما بلغ أكثر من 1250 شركة إماراتية تعمل بمصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية. وبلغت استثمارات الشركات المصرية في الأسواق الإماراتية أكثر من 4 مليارات درهم، كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2 مليار دولار خلال 10 أشهر الأولى من عام 2021، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر 15 مليار دولار، وبلغت استثمارات مصر بالإمارات أكثر من 1 مليار دولار.
وما زلنا نتابع المزيد بشأن العلاقات المصرية الإماراتية، وينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية ومن خلال متابعتك لهذه الجزئية الخاصة باحتفالية مصر والإمارات قلب واحد، قراءتك ورؤيتك لمدى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية والتي وصفها الأمين العام لجامعة الدول العربية أنها مثال يجب أن تحتذي به جميع الدول العربية في التعامل فيما بينها. بالضبط، العلاقات بين مصر والإمارات علاقات استراتيجية وعلاقات تاريخية الحقيقة منذ يعني شيخ زايد بن نهيان الحقيقة، وأعتقد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بتؤكد وتلخص هذه المسيرة أنها مسيرة دائما على قلب رجل واحد والتفاهم والإخاء، وبالفعل يعني كل مصري يحمل في قلبه محبة خاصة وامتنان دائم. نفس الامر بالنسبه للامارات، الحقيقه الشعب الاماراتي شعب عريق وشعب عظيم، وبيمكن للشعب المصري يعني حب وامتنان وتفاهم، وهي علاقات مثاليه جدا فعلا، يجب ان تكون مثالا للعلاقات العربيه العربيه، لانه العلاقات بتمثل نموذج مثالي جدا للعلاقات الطيبه بين الشعبين والدولتين يعني رسميا وشعبيا الحقيقه. في الصدق، في الأخوة، في المودة، في التوافق، في كمان زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن العلاقات على اختلاف القيادات والحكومات بتظل نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة. نعم. والتفاهم وتفرق الرؤى والعلاقات الاستراتيجية والسياسات الإقليمية في المواقف، تنسيق المواقف وتطابقها تقريبا من كل القضايا العربية، الدفع نحو الشراكة والتعاون، الدفع نحو التعاون على مستويات مختلفة. وإحنا فاكرين كويس موقف الشيخ زايد الله يرحمه على المقولة التاريخية إنه البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي، والحقيقة والشيخ خليفة وحتى الرئيس سمو الشيخ محمد بن زايد حاليا اللي هو بيرتبط بعلاقات مستمرة وحياة دائمة وصداقة مع رئيس عبد الفتاح السيسي والشعبين، واحنا عارفين انه ما فيش زعيم عربي له اسماء مدن واسماء صور وده بصورة شعبية اكثر من الشيخ زايد وشعب الامارات. وبنشوف كتير جدا من اشقائنا في الامارات ازاي بيدعوا الى السياحة في مصر والى دعم مصر والى العلاقات المختلفة، وده بيمثل نوع من العلاقات تتجاوز الرسمي والشعبي الى علاقات قلوب حقيقية يعني، وصداقة وتفاهم وفهم واقعي وتقدير للظروف الدولية والإقليمية بشكل في يعني تنسيق وشراكة وتفاهم كبير جدا وللمستقبل. والحقيقة الاستثمارات الإماراتية في مصر او العلاقات المصريين بالإمارات، وده بيترجم الحقيقة في الاحتفالية اللي معمولة وقد ايه الحضور المصري والإماراتي بشكل كبير جدا على مدى سنوات، في خصوصية لهذه العلاقة يعني تمثل نموذج يتمنى الجميع أن يسود بين الدول العربية لأنها علاقة نموذجية جدا، علاقة شاملة مثلما ذكرت أستاذ أكرم، مشكورا، أنها علاقة شاملة لجميع المجالات السياسية وتوافق في الرؤى تجاه مختلف القضايا والأزمات الموجودة في المنطقة، وكذلك أيضا على الصعيد الاقتصادي. إلى أي مدى من وجهة نظرك أستاذ أكرم هذه العلاقات التي تتسم بالشراكة الشاملة استراتيجية، طبعا علاقة وشراكة استراتيجية شاملة، من الممكن أن تزداد قوة ومتانة خلال الفترة القادمة، خاصة أن هناك الكثير من الملفات المشتركة بين البلدين، على رأسها بالتأكيد كيفية مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تجتاح مختلف دول العالم حاليا، كذلك أيضا الاستعداد لمؤتمر COP27 لتغير المناخ والذي ستستضيفه مصر إن شاء الله خلال الشهر القادم. يعني من حسن الطالع الحقيقة أن مصر COP27 وCOP28 سيكون في الإمارات العربية. نعم. والحقيقة أن ده في زي ما أنت أشرت في تطابق وفي تطوير لهذه العلاقات، لأنه في رؤية مصرية إماراتية وعربية شاهدة بأن العالم والدول الكبرى مشغولة بسياساتها بمنافساتها، احنا عارفين انعكاسات الحرب
بشكل كبير، الأمر الذي يستدعي أن يكون هناك مواقف عربية قادرة على التعامل مع هذه التحولات والمتغيرات بشكل مشترك، وده اللي بيحصل فعلا. ناهيك عن يعني حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، حجم التعاون مع مصر، حجم التنسيق في المواقف الاستراتيجية وفي الأمن القومي العربي والسياقات المختلفة. مصر دائما بتعلن أنه أمن الإمارات من أمن مصر، صحيح. ونفس الأمر بالنسبة للإمارات العربية، نفس الأمر فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والدفع نحو مواجهة هذه الأزمة بكافة الطرق الاقتصادية بالقدر الذي يقلل من هذه التأثيرات ويدعم فكرة الاستثمارات العربية، خاصة أنه أصبح هناك فرص استثمارية عربية سواء في مصر أو الإمارات، وفرص يستطيع الاستثمار الإماراتي والمصري أن يستغلها في كلا البلدين، كلا البلدين لديهم طموح حقيقي ونهضة قوية في سياق هذا الأمر. نعم، أريد أن أتوقف أيضا أستاذ أكرم عند نقطة مهمة جدا السيد الرئيس أشار إليها، وهي أنه هذه العلاقات الممتدة على مدار 50 عاما عنوانها الحقيقي التفاهم والتقارب. كيف يمكن أن يعني يتحقق ذلك على أرض الواقع في ظل كل التحديات التي تواجهها دول المنطقة خلال هذه الفترة، دول العالم بأسره، وأتحدث هنا عن التحديات الاقتصادية والأزمة الاقتصادية أستاذ أكرم؟ كما أشرنا، يعني الحقيقة أنه زي ما سيادة الرئيس قال أنه العلاقات المستجمع الشعبين قادرة على صياغة استثمارات وصياغة تعاون اقتصادي يمكنه مواجهة هذا الأمر، وكلا الدولتين لديهم فرص استثمارية يمكن استغلالها من الطرف الآخر. والتعاون والشراكة هو الشعار الذي يجمع هذا الأمر، القدرة على استغلال الفرص وتطوير هذه الفرص، اتخاذ إجراءات وتعاون عربي، توسيع دوائر التعاون العربي بالشكل الذي يمكن الدول العربية من استغلال ثرواتها وقدراتها البشرية والبنية الأساسية وغيره. كلا الطرفين يستطيع أن يتبادل الخبرات، أن يدعم التفاهم، أن يدعم المشروعات المشتركة، الشراكة في سياق بناء اقتصادات قادرة على الاستدامة. كلا البلدين لديهم طموح فيما يتعلق بالمناخ والطاقة الجديدة وتطوير هذا الأمر. كل هذه الأمور فرص، وأظن أنه كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة ومركزة ومؤكدة في هذا الأمر، وهي ليست فقط خطبة أو غيره، لكنها تعبير عملي عن السياسات والسعي الدائم والاقتراب والتفاهم والشراكة في هذا السياق. نعم، أشكر جزيل الشكر أستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على مدى تفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات العربية الشقيقة. جاء ذلك تحديدا في كلمة السيد الرئيس في احتفالية مصر والإمارات قلب واحد، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية. إن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد، كما أن العلاقات بين الدولتين وعلى اختلاف القيادات والحكومات تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة. فالتفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر، بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، صاحب الموقف والمقولة التاريخية أبان حرب أكتوبر 1973 بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي، والمغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكذلك كافة أصحاب السمو حكام الإمارات، وصولا لرئيس الدولة الأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، حيث على مدار تلك العقود
لم تتغير قوة العلاقات المصرية والإماراتية، بل ازدادت رسوخا، وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهما. وقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وأضاف السيد الرئيس على أن الآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة. فإن العلاقات بين مصر والإمارات تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن. فالتعاون الاقتصادي والاستثماري وفي جميع المجالات دائما يسير على أعلى مستوى، والآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة، وبإذن الله تعالى ستعود بالخير الوفير على شعبي دولتين وشعوب الوطن العربي جميعا. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموقف التاريخي الداعم لدولة الإمارات خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ حوالي 10 سنوات. كما جدد أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي العهد بالتمسك بالعلاقات المصرية الإماراتية القومية والمتميزة، واستمرار لمواقف المؤسس العظيم زايد الخير. لا يفوتني هنا أن أتذكر بالتقدير والعرفان الموقف التاريخي الداعم لدولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ حوالي 10 سنوات، والذي جاء تعزيزا لخصوصية العلاقات بين مصر والإمارات، وبرهانا واضحا على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط وثيقة، وأنهما بمثابة شعب واحد وبلد واحد، وهو العهد الذي أجدد التمسك به، عهد الأخوة والخير والتعاون والبناء والمصير الواحد. دعينا الله عز وجل أن يعيننا على صون وتعزيز هذه العلاقات القوية المتميزة لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من مقر الاحتفالية، احتفالية مصر والإمارات قلب واحد. رامي، هل لك أن تنقل لنا الأجواء لديك من مقر الاحتفالية، خاصة بعد انعقاد الافتتاحية الخاصة بهذه الاحتفالية والجلسة الأولى والتي تحمل عنوان العلاقات المصرية الإماراتية شراكة اقتصادية متكاملة؟ تحياتي لك ولكل متابعينا، حيث انطلاق فعاليات الاحتفاء بمرور 50 عام على العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد. نتحدث أيضا عن فعاليات تنطلق من اليوم 26 أكتوبر وحتى 28 من نفس الشهر. هذه العلاقات التي يحتفي بها الجميع اليوم بدأت في الجلسة الأولى الافتتاحية، وبدأت بالكلمات الافتتاحية الصباحية التي أكدت على العلاقة الراسخة والمحبة والأخوة بين الإمارات ومصر على مدى 50 عام. نتحدث أيضا عن الجلسة الأولى بعد الجلسة الافتتاحية والتي تناولت العديد والعديد من القضايا والموضوعات المشتركة بين مصر والإمارات، وأيضا في أكثر من لقاء لنا مع عدد من المسؤولين الإماراتيين تحدثوا عن مصر والإمارات شراكة مستمرة تم بناء هذه الشراكة في الماضي ومستمرة حتى الآن وفي المستقبل أيضا، وهناك حجم استثمارات كبير ومتنوع في أكثر من مجال بين مصر والإمارات. وأيضا لو تحدثنا عن الختام الخاص بهذه الفعاليات في يوم 28، نتحدث عن احتفالية كبيرة ثقافية تجمع أكثر من 7000 شخص يشارك في هذه الاحتفالية ما بين مصر
والإمارات. هناك العديد والعديد من الملفات الخاصة بالعلاقات المصرية الإماراتية، وأيضا علاقات الأخوة، علاقات المحبة الراسخة، وأيضا في أكثر من مجال تعاون بين مصر والإمارات. عودة لك مرة أخرى. أشكرك جزيل الشكر رامي محمد من مقر الاحتفالية مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، كان هذا جانبا من تغطيتنا من التلفزيون المصري للفعاليات الخاصة بالاحتفالية، احتفالية مصر والإمارات قلب واحد، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية في سبيل تعزيز قوتها ومتانتها، وذلك خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة. شكرا جزيلا لكم.